تخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا وسهلا بيكم ويوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم زملكاوي وكعادتنا دائما تحيه خاصه لجماهير نادي الزمالك. استمرارا لتغطيتنا زي ما قلت لحضراتكم دايما الايام اللي احنا فيها دي، طبعا لحد الانتخابات ان شاء الله يوم 20 اكتوبر مستمرين مع حضراتكم في تغطيه كل ما يتعلق بالانتخابات واستقبال المرشحين زي ما قلنا لحضراتكم على الثلاث مناصب الرئيسيه، طبعا ابتداء من امانه الصندوق ودي حلقات انتهت، ودلوقتي احنا في حلقات منصب نائب رئيس نادي الزمالك، وبعد كده هيبقى في ان شاء الله حلقات المرشحين على رئاسه نادي الزمالك. النهارده ان شاء الله هيكون معايا ضيف برضو على المناصب على منصب نائب رئيس نادي الزمالك، هو الاستاذ هاني العتال. يمكن الاستاذ هاني برضو الناس كتير عارفه الاسم، لكن ممكن يكون اول مره يشرفنا في قناه نادي الزمالك، ودي فرصة كويسة جدا جدا زي ما قلت حضراتكم ان الوضع الحالي لقناة النادي واستقبالها لكل المرشحين وانها على مسافة واحدة مع الجميع، وفرصة جيدة جدا من خلال او عبر شاشة قناة نادي الزمالك ان هم يتواصلوا مع حضراتكم مباشرة، ويكون في لقاء بمنتهى الشفافية، ويكون في طرح وجهات النظر نسمعها مباشرة من المرشحين كلهم. فدي أعتقد نقطة إيجابية مهمة جدا جدا مع طبيعة المرحلة اللي بيمر بيها نادي الزمالك. ما يخفش على حد إن احنا في مرحلة مش سهلة، بس خلينا قبل ما أدخل في التفاصيل اللي علاقة بالانتخابات وطبيعة المرحلة اللي احنا فيها، كمان مش عايز أنسى أقول لحضراتكم إن طبعا أوجه سؤالك للأستاذ هاني العتال، عندنا على السوشيال ميديا مستنيين أسئلة حضراتكم علشان تكون فرصة برضو جيدة إن يبقى في تواصل مباشر مع مرشحنا اللي هيكون موجود النهاردة وحضراتكم للإجابات على كل الأسئلة اللي ممكن تكون تدور في ذهن حضراتكم، عبر طبعا إنك تبعتوا لنا من خلال السوشيال ميديا على صفحتنا الرسمية. زي ما قلت لحضراتكم كلنا عارفين إن أيام مش سهلة، فكرة إن أنت محتاج بقى بسرعة توصل لبر الأمان، عارفين الانتخابات يوم 20 اكتوبر، لكن الايام دي ايام كلها فيها منافسه، ومنافسه نقدر نسميها منافسه شرسه، بس ان شاء الله لسه في الاطار الايجابيه. طول ما المنافسه ايجابيه ده طبيعي، طبيعه اي انتخابات ان يكون فيها منافسه، في كلام من هنا، في طرح هنا، المهم ان هو يكون بمنتهى الموضوعيه وباحترام من الجميع، ودي نقطه بحط عليها 100 خط عشان تبني مستقبل جديد، وعلشان تدي رسالة مهمة سواء لأبناء النادي اللي شغالين أو لأبناء النادي حتى اللي هم اتربوا في نادي الزمالك، أو رسالة لأعضاء الجمعية العمومية والجماهير إن لما تكون في أخلاقيات تقدر تبني عليها. فعشان كده أنا بحط 100 خط تحت فكرة المنافسة الشريفة اللي هي تبقى لصالح النادي مش على جثة النادي، أيا كان مين هيبقى على الكرسي، أيا كان مين هيبقى المنصب الموجود، كده كده بعد الانتخابات هتفرز لنا مجموعة عمل هم اللي هيبقوا مكلفين بإدارة النادي، لكن ده مش معناه ان هيتم تجاهل اي حد بره، او انا افضل ان يكون هذه هي الرؤيه اللي موجوده. وانا الحقيقه ما قعدت مع مرشحينا كلهم او جم نورونا هنا في قناه نادي الزمالك، لقيت ان الفكر كله بيدور في حته ان الفكره ان انا عايزين نستفيد بكل الخبرات، عندنا قامات كبيره. كان في كلام سابق كنا بنسمعه ان الكوادر فين، وان نادي الزمالك هل معقوله ما عندوش كوادر كبيره. الحقيقه اللي انا شفته بس في المشهد الانتخابي، ويمكن يكون لو عدد المرشحين 70 او 75 يمكن ما عنديش العدد تحديدا على كل المناصب، لكن موضح لنا ان في قامات كبيره جدا جدا، وفي ناس همها فعلا انها تشمر ايديها كده وتحاول تنقذ نادي الزمالك. وبعدين على كافه الاصعده، سواء في النواحي القانونيه والشؤون القانونيه، نواحي هندسيه، نواحي رياضيه، نواحي ماليه، فعندنا افكار ممكن نستغلها بشكل او باخر. ونادي الزمالك طول عمره غني بولاده، مش بس غني بمواهبه، كلنا عارفين طبعا نادي الزمالك بقدراته الكبيره وجماهيريته الكبيره وشعبيته، دايما في كل الالعاب عنده مواهب كبيره جدا جدا جدا، ويمكن كمان لو كان وفق ليهم ان يكون ظروف افضل من كده كان ممكن يبقوا راحوا حتت تانية ومناطق تانية خالص في صناعه تاريخ ليهم وصناعه تاريخ لناديهم، لولا الظروف اللي ممكن تكون مش سهله نوعا ما. نفس الكلام موجود على صعيد الكوادر اللي موجوده، يمكن الاسامي اللي موجوده حتى في الانتخابات، عايز اقول لحضراتكم ان في اسامي كمان ممكن تكون بره ما دخلتش مثلا المعترك الانتخابي او السباق الانتخابي، لكن بتحاول تدعم من بره، وبتحاول تكون لو تم الاستعانه بخبراتهم مش هيتاخروا ثانيه. ودي كانت مجموعات عمل شغاله وكنا بنشوفها وبنسمع عنها، مجموعه من المقاتلين، ويمكن انا سميتها دايما بانتفاضه الزملكاويه، الناس كلها بتحاول من بره انها ترجع نادي الزمالك سريعا لمساره الطبيعي اللي هو تعديل المسار اللي قلت لحضراتكم عليه بما يستحقه وبما يتوافق مع تاريخ كبير لنادي الزمالك. انا عايز اقول هنا ان احنا الى الان الاجواء الانتخابيه جميله، لكن ممكن نشوف بعض المناوشات. انا المناوشات دي نتمنى ان احنا نكون اكثر وعيا، نتمنى ان احنا ناخدها او نعلي
فكرة مصلحة النادي أولا في الوقت الحالي كالعادة، علشان ما فيش حد يجرنا أو حد يستغل ممكن مشهد ما ويخرجنا بره الهدف اللي احنا عايزينه. الهدف اللي احنا عايزينه هو بناء نادي الزمالك. ما هو مش معقولة يا جماعة ان يكون الواقع اللي انا فيه بالحال ده. مش معقولة انا اسمع ان نادي الزمالك مثلا او اي مؤسسة اللي مش عارفة تدفع التزاماتها الطبيعية عشان بس تمشي تبقى متواجدة، مش هقول لك عشان تحقق بطولات او عشان تحقق مكاسب حتى على المستوى المادي او المستوى البطولات او مستوى ان انا افتح فرع اتنين وفرع واتنين وتلاته. الاول انا محتاج الاول العربيه تفضل ماشيه او القطر يفضل ماشي. مش معقوله انا اسمع نادي الزمالك ان في فتره من الفترات عنده مشاكل في ان اصلا فكره الوجود ان العربيه تفضل ماشيه طبيعي. ده ما يرضيش حد. فاتمنى اي حد ممكن يكون ليه علاقه انه عايز يخرجنا بره الهدف الحقيقي والهدف الرئيسي لينا كأبناء نادي الزمالك في الوقت الحالي، سواء بعطلة إدارية، عطلة إجرائية، وحط 100 خط على عطلة إجرائية، لأن نادي الزمالك رفاهية الوقت مش ملكه. شفناه كتير في تعطل إداري أو تعطل إجرائي عطلنا إزاي. فمحتاجين إن احنا نكون أكثر وعيا وأكثر إنكار للذات. لو في حد، ورغم ان المشهد الحقيقه مجمله حاجه جميله جدا جدا والناس يعني عايزين يوروا الوجه الاخر او الوجه الحقيقي لنادي الزمالك عكس الصوره الذهنيه اللي ممكن تكون موجوده لفتره مش قليله، ممكن نكون بسببها بقينا في واقع نتمنى كلنا تغييره. عشان كده كلنا بنحاول ان احنا نغيره سريعا. مساله الوقت مساله مهمه، مساله عدم العطله مساله مهمه جدا، مسألة إن أنا أبقى عيني على مصلحة الكيان حاجة مهمة جدا. فايتنا كتير، محتاجين نلحق الركب، محتاجين نشتغل بما يتوافق مع طموح نادي الزمالك وجماهيره وإمكانيات وتاريخ نادي الزمالك. خلينا قبل ما أكمل حضراتكم في النقطة دي، معايا على التليفون الحقيقة طبعا نجم مصر ونجم نادي الزمالك السابق كابتن حسين ياسر محمدي. كابتن حسين مساء الخير عليك. كابتن أبو العيلة مساء النور حبيبي، ربنا يخليك حبيبي. وحشني طبعا حسين، ومبسوط دايما بوجودك معانا في قناة الزمالك. ربنا يخليك يا كابتن، متشكر جدا على المكالمه ديت، ويا رب دايما نبقى معاكم كده، وكل جمهور نادي الزمالك العظيم يتبسط باولاده وان هم يقدروا يدوا له ويطوروا في كل حاجه فيه ان شاء الله الفتره اللي جايه دي. حسين انا عرفت ان عيد ميلادك امبارح في الاول، بقول لك كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا كابتن، ربنا يخليك وانت طيب. طيب انا يمكن يعني انا كنت دايما بسمع تصريحات ليك ان انت ممكن تكون لعبت في اكتر من نادي، لكن ولعبت مده قصيره في نادي الزمالك، رغم ان المده دي قصيره لكن انت سايب بصمه الحقيقه مع جمهور نادي الزمالك، وفي علاقه خاصه بينك وبين جماهير نادي الزمالك. وسمعت كمان ان انت بتقول دايما ان افضل فتره يمكن في حياتك الكرويه في خلال يعني من خلال نادي الزمالك. وطبعا دي حقيقه، ودي حاجه ما اقدرش انكرها، وفضل نادي الزمالك عليا وفضل جمهور نادي الزمالك طبعا في الفتره اللي كنت بلعب فيها، ان انا وصلت للمرحله ان انا كنت فعلا في اعلى مستوياتي. انا لعبت طبعا في انجلترا، ولعبت في البرتغال، ولعبت في انديه كبيره الحمد لله زي مانشستر سيتي وبراجا في البرتغال وبوافيستا. وفي مصر لما جيت طبعا لعبت في نادي الزمالك. الفتره دي عشت فيها افضل فترات حياتي في الملعب كلاعب كوره كمستوى، بحب الجمهور اللي انا خدته في فتره قليله جدا فعلا، والمسانده اللي انا لقيتها، والجيل اللي كان معايا طبعا ما اقدرش انسى الفضل طبعا بعد ربنا كابتن حسام حسن الفتره كان موجود فيها معايا، وكابتن ابراهيم، وفي نفس الوقت المجموعه اللي كانت معايا. يعني ما حصلليش الشرف طبعا ان انا كنت الحقك كابتن ابو العيله وكابتن عبد واحد والمجموعه الجميله دي، لكن الناس اللي لعبت في وسطيهم ساعدوني كتير وساندوني، ويعني كان من افضل الفترات اللي عشتها في الملاعب على المستوى الفردي والجماعي كمان ككوره، والناس كلها استمتعت بالكلام ده، ما حدش يقدر ينكر الكلام دوت. ونادي الزمالك طبعا يعني في لمسه مختلفه لكل لعيب، بالذات في الستايل بتاع المهاره والمتعه والكوره. لما بيجي نادي الزمالك بيعلى اكتر، يعني بيوصل لمرحله ممكن مش اي حد يقدر يوصل لها. فنادي الزمالك ليه فضل على لعيبه كتير واسم كبير، واي حد يتمنى يكون متواجد في نادي الزمالك، لان ده شرف كبير، وخاصه لما تلعب في نادي الزمالك وتلبس القميص رقم 14، يعني ده حاجه الحمد لله بعتز بيها في تاريخ الكروي طبعا، ما اقدرش انكر الكلام ده. طب يمكن حسين يمكن دايما ممكن يكون ليك اهداف حقيقه حلوه، بس انا عايز افضل هدف في ذاكره حسين ياسر محمدي مع نادي الزمالك نفتكره مع بعض كده ونحاول نشوفه.
والله وفي اهداف كتير الحمد لله. انا يمكن سجلت 10 اهداف في موسم كامل او موسم ونص مع النادي، وسجلت 10 او 12 هدف تقريبا سواء في الكاس او يعني في من اسرع اهداف لحد الان في لقاءات الديربي بين الاهلي والزمالك في الكاس بعد 45 ثانيه، ما زال الاسرع هدف في مباراه الديربي لحد الان وبطولات الكاس. وطبعا هدف سموحه جمهور الزمالك كله طبعا الحمد لله لغايه النهارده مش قادر ينساه، لان طبعا كان من ال 18 ل 18 مش هقول من نص الملعب، كان كورنر واتلعب ومباراه سموحه طبعا استاد القاهره كان في الدقيقه 90، وهدف من الاهداف اللي انا ما انساهاش. وطبعا من المباريات اللي انا يعني ما انساهاش خالص كمان، انا لعبت الحمد لله مباريات كتير جدا مع النادي. انا بيتعرض قدامي الهدف دلوقتي يا حسين وانت بتتكلم، هو هدف مارادوني. هو هدف انت يعني لو تلاحظ من البدايه خالص ان انا بدات من على خط الست تقريبا في كورنر، وكان في الدقيقه 90 ويعني وكنا 2-1 تقريبا لينا، وكان الهدف الثالث الاطمئنان. و يعني ساعتها حتى انا مع الكابتن حسام ضحكت بعديها فتره، لانه كان بيقول لي وانا بجري بالكوره عمال يقول لي العب باص العب باص، وفي الاخر لقى الكوره في الجول وتوفقت طبعا الحارس اتزحلق في الفينش. قال لك ايه بعدها طيب؟ اصل عارف ببان طبعا ببان كابتن حسام طبعا لما يبقى ليه تعليمات معينه. شيكابالا كان على يميني، شيكابالا كان على يميني وعمرو زكي كان على شمالي، وطبعا الكره كانت سريعه وانا خلاص خدت القرار ان انا اعدي من الواحد والثاني وفي الدقيقه 90، وخدت قرار في الاخر ان الشوط المفروض كنت احطها في الزاويه البعيده، لا بس انا لما لقيت اللاعب قرب مني قمت مغير رايي في اخر ثانيه. فحتى الـ يعني طبعا بعد المجهود ده الحمد لله توفيق ربنا، فاللي حصل للحارس ان هو ممكن اتزحلق ولا حاجه فاختلفت معاه الكوره، لان هو اتوقع ان انا احطها في الزاويه البعيده. فلو ما كملش هدف ما كانش حد يفتكره لغايه دلوقتي المجهود ده. فالحمد لله يعني من الاهداف اللي ما اقدرش انساها طبعا. وحتى مباراه الافريقي في دوري ابطال افريقيا يعني من افضل المباريات اللي لعبتها مع النادي الزمالك، كانت مباراه كنا نتمنى ان احنا نتاهل فيها ساعتها لما حصل ضجه شويه في الاستاد وكده والفار واللي حصل، لكن من افضل المباريات اللي لعبتها. وكان معايا ناس محترمه، صاحبين محترم احمد جعفر وشيكابالا وعمرو زكي وفتح الله وحسن مصطفى وناس كتير وابراهيم صلاح، ومش عايز انسى حد طبعا كابتن عبد الواحد السيد وكابتن عبد المنصف كانوا موجودين، يعني مجموعه جميله كلهم نجوم كبار. وكابتن عبد الشافي طبعا من لحد دلوقتي ممتعنا بادائه ما شاء الله وحاجه محترمه جدا، فلنا الشرف ان احنا لعبنا مع الجيل ده طبعا اكيد. طب حسين انا عارف انت طبعا دلوقتي مهتم بالتدريب، فعايزك بحس المدرب بقى تقول لي شايف فرقه الزمالك دلوقتي ازاي، وكمان شايف فلسفه مستر اسوريو مع الفريق، لان انت عارف في ممكن المش متخصصين مثلا ممكن يكون ليهم وجهه نظر اخرى، لكن انت كراجل فني ومدرب وبحس مدرب شايف القصه دي ازاي؟ شوف يا كابتن ابو العيله، ما فيش مدرب عنده فكر بينفذه الراجل اللي يكون عنده فكر. الحظ مطلوب في الكوره، الحظ مطلوب طبعا، في ناس محظوظه بتبقى قاعده في البيت ويجي لها الحظ، صدقني يعني انا شفت ده كتير. الاول كنت ساعات بفكر وانا بلعب حتى وانا لاعب تقول ان انت محتاج تبقى مجهودك كتير قوي قوي عشان يجي لك الحظ، ده حقيقي لازم تتعب وتجتهد عشان يجي لك حظ. في برضه مدربين، نوعيات المدربين اللي هي بتبقى محظوظه، بتيجي تلاقي حاجه كويسه شغال عليها بتاخد دوري، وممكن ما يكونش عامل مجهود اللي الراجل بيعمله دلوقتي. وسوري عامل مجهود عظيم جدا عشان يعني بيطور في حاجات كتير قوي كانت السنه ونص اللي فاتوا او السنه اللي فاتت كنا بنعاني منها. فالراجل بيشتغل، لان انا الراجل ده اشتغلت معاه في مانشستر سيتي من 2005 من 18 سنه تقريبا، وطبعا الراجل دوت كان منصبه ايه ساعتها؟ اضافه كبيره. كان ساعتها كان هو كان يعني يعتبر المدرب الثالث في مانشستر. انا طبعا كان بيدربني ستيوارت بيرس، كان هو كابتن منتخب انجلترا وكان هو في المساعد بتاعه، وكان هو المدرب اللياقه البدنيه ساعتها، كان مدرب اللياقه كمان معانا. فراجل عنده علم بجميع النواحي، النواحي البدنيه عنده علم كويس قوي، وطبعا هو عنده البرو لايسنس وعنده اعلى من كده كوره، هو بيحب بيتعلم كل حاجه الراجل بصراحه. يعني ما سابش جزء ايه في كره القدم ما اشتغلش فيها. المعاناه اللي احنا كنا فيها الحقيقه كان عندنا معاناه فعلا، عندنا ميكس ما بين لعيبه لسه ناشئين وشباب طالعين ما عندهمش خبرات ان يشيلوا نادي الزمالك، عندنا احتياجات في مراكز معينه، كان عندنا اصابات، كان عندنا بدايه السنه ما فيش قيد ان انت تجيب ناس، وخدت دوري بلعيبه ناشئين كمان. كابتن حسين يعني برضه في لخبطه كتير. على ذكر والله كان قدامي صوره حلوه قوي للجماهير، شفت جماهير نادي الزمالك في ماتش ارتا سولار والبدايه يمكن مع الظروف الصعبه وفكره ان انت عايز تعود باربع اهداف، شفتها ازاي دي؟ ده
طبعا دي يعني دي من ضمن الحاجات اللي هي يعني الجمهور في المباراه دي كان هو العامل الاساسي وكل الناس اتكلمت على كده. جمهور الزمالك كان هو الرقم اللي يعني الرقم الاساسي في المكسب لمباراه ارض الخلاف بصراحه. الجو اللي كان موجود في الملعب هو ده الجو، وانا ده اللي مزعل. لما بنشوف الجمهور في الملعب الفريق بيأدي. يعني لما بيبقى الجمهور قليل الفريق ما بيأديش، لما بيبقى فيه كتير وفي ضغط دلوقتي لا الناس بتأدي. وعايزه تصالح الجمهور، فطبعا ده كان نقطه تحول كبيره ان الجمهور جه في المباراه دي، وكان المنظر دوت كان منظر جميل جدا ومنظر تحفه، وده من سبب ان احنا قدرنا ان احنا الحمد لله نحقق. وانا اتكلمت قبل كده من فتره وقلت ان شاء الله هنكسب وهتشوف. كنت مع احمد تقريبا وكلمت من مكالمه من بلجيكا هنا قبل المباراه بكام يوم، وقلت له افتكر كلامي يا احمد هنعدي المباراه بفارق اهداف كبير. يعني لو ترجع للذاكره هتلاقي ان انا قلت الكلام ده، كان عندي ثقه كبيره ان نادي الزمالك نادي كبير ما عندوش مشاكل حتى لو احنا مش في افضل فتراتنا. وده بتحصل مع الفرق في العالم كلها، ده طبيعي طبعا. محتاجين شويه تنظيم بره الملعب، ترتيب. احنا محتاجين نعيد ترتيب اوراقنا الحقيقه من الداخل. طبعا بشكرك شكرا جزيلا نجمنا الكابتن حسين ياسر محمدي نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، كل الشكر ليك يا حسين. الحقيقه كلنا متفقين على فكره الجماهير بتدي دفعه مختلفه وعوده ان شاء الله مختلفه لفرقه نادي الزمالك. خليني قبل ما اكمل مع حضراتكم بعض التفاصيل وادخل في الاخبار، خلينا نطلع للتقرير مع المدير الفني لفريق كره السله بنادي الزمالك الكابتن احمد مرعي ونرجع لحضراتكم تاني. كابتن احمد برحب بحضرتك، منورنا ومشرفنا، وتحيات جمهور الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد ان انا طالع على قناه ناديه قبل ما اكون بشتغل اصلا في النادي يعني، وطبعا دي فرصه عشان نتكلم نطمن الجماهير على ايه اللي بيحصل وايه اللي ان شاء الله اللي احنا متوقعينه خلال الموسم ان شاء الله. طمنا بقى كابتننا عن استعدادات فريق الزمالك للمرحله المقبله الموسم الجديد، ده خاصه بعد اضافه كبيره زي اوجي مايو للفريق. هو طبعا انت عارف ان اوجي مايو كان معانا السنه اللي فاتت اصلا، بس جه في فتره معينه في اواخر الدوري، فلعيب محترم طبعا وكان له اضافه كبيره، والاهم من كده ان هو لعيب منسجم مع الفرقه، ما هوش زي بعض اللاعبين الامريكان اللي بيجوا بيلعب لنفسه يعني، فكان له اضافه كبيره. احنا عشان كده صممنا ان احنا نكمل معاه وان هو يبقى موجود معانا، والحمد لله ان احنا يعني قدرنا ان احنا زي ما انت قلت نرجعه تاني، يعني ان هو يرجع يلعب معانا في النادي مع طبعا التطوير اللي بيحصل للفرقه. يعني مش بس ان هو اوجي مايو احنا اتفقنا معاه، لا هو في تطوير بيحصل للفرقه، عملنا بعض الاضافات اللي يمكن في ناس كانت بتتكلم ان الاضافات مش بالثقل اللي يليق باسم فرقه نادي الزمالك. طبعا انا عايز اوضح النقطه دي مهمه جدا، ان المتاح برضو عندنا في السوق دلوقتي بقى محدود جدا كلاعيبه فري تقدر انت تتفق معاه. يعني نمره اتنين هو احتياجك، يعني ممكن يكون في لعيب كويس بس بيلعب في مراكز قويه عندك، فانت برضو ما ينفعش تجيب لعيب لمجرد ان هو كويس قوي، دي سياسه انا برفضها. يعني احنا بنعمل فرقه متجانسه بنجيب اللعيبه في الاماكن اللي احنا محتاجين، اللي احنا فعلا عندنا احتياج، زي احمد اسماعيل اللي هو السنتر الجديد ده، عشان طبعا انت عارف طبعا ان انس السنه اللي فاتت راح الاتحاد وكيجو برضه ساب النادي، فالاثنين لاعبين مهمين جدا في مركز الطويل اللي هو السنتر، فكان لازم نتعاقد مع حد، فده مثال ده اللي احنا بنعمله من السنه اللي فاتت وبنكمله السنه دي، وده يمكن كان هدف من اهدافنا ان احنا رحنا البطوله بتاعه الدوحه، ان احنا نشوف ولادنا الجداد مدى ادائهم وايه اللي هو ناقصهم، علشان نقدر نشوف ايه اللي ناقص الفرقه بالظبط في طريقه التدريب وفي الاداء علشان نوصل لمسافه البطولات. هي الحكايه مش حكايه ان الفرقه تبقى كويسه، ده نادي جماهيري وجماهيره بتطالب بالبطوله، انت عشان تعمل الكلام ده هو انا في وجهه نظر المتواضعه لازم تصنع فريق قوي، يعني فريق يعيش يجيب بطولات لمده سنتين ثلاثه، مش يكسب ماتشين كويسين النهارده او يعتلي المنصه بطوله وبعديها بسنتين او بعديها بسنه الفرقه دي تقع. انا يعني انا شايف ان احنا لازم نعمل فرقه تستمر سنتين ثلاثه تاخد البطولات. الاستعدادات للسوبر المصري يا كابتن احمد شايفها ازاي، وشايف ازاي المواجهه مع النادي الاهلي؟ احنا مراقبين الخصم، يعني طبعا احنا عندنا مباراه معاه، وبنحاول ان احنا دايما نكون مستعدين لما سنواجهه زي ما بيقولوا، يعني بنشرح لاولادنا ايه اللي هم هيشوفوه، ايه اللي مفروض يعملوه من دلوقتي،
اللي مفروض يعملوه في الجيم، علشان احنا ان شاء الله عندنا هدف مهم جدا ان احنا ان شاء الله نرجع بكأس السوبر اللي جاي ان شاء الله. احنا خلينا نتكلم على النهارده، انت ايه رايك النهارده يا احمد يا مرعي؟ يعني زي ما انت انا النهارده بحاول ان انا الفرقه دي تكون قريبه جدا انها تكسب، لكن انا عارف الموضوع بيحتاج وقت وشغل شويه. ان شاء الله يعني مش عايز ادي وعود، لا ان شاء الله هيبقى في مظهر اعلى كمان من السنه اللي فاتت. يعني جماهير الزمالك السنه اللي فاتت كانت راضيه جدا عن الاداء بالنسبه لمجموعه اللاعبين اللي كانت موجوده، كانوا راضيين. لا السنه دي احنا عايزين نعلى بطموحاتنا اكتر، وعايزين في نهايه الموسم برضو الجماهير تبقى راضيه عن الفرقه ان شاء الله. عايز اعطيك اكتر من كده، انا عارف حضرتك ملتزم جدا بالتمرين، واشكرك جدا يا كابتن احمد، تصريحات مهمه جدا، وان شاء الله قادم افضل بإذن. انا اللي اتشرفت بمقابلتكم، شكرا. شكرا جدا. شكرا. نرجع لحضراتكم تاني، طبعا كل التوفيق لفريق كره السله بنادي الزمالك، كل الفرق ان شاء الله الرياضيه الفتره الجايه، والتجهيز والتحضير رغم ان هم فيهم اللي بدا الموسم ومنهم بدا برضو بظروف مش سهله، لكن بنحاول نتخطى الظروف ونتحايل على الظروف لحد باذن الله ما نوصل ل يعني مجلس اداره منتخب يقدر يدير النادي في المرحله اللي جايه. على ذكر طبعا مجلس اداره، زي ما كنت بقول لحضراتكم ان احنا محتاجين ناس كوماندوز، ناس يمكن يكونوا عارفين طبيعه المهمه اللي داخل عليها في نادي الزمالك وصعوبه المهمه. زي ما كنت باكد ما ينفعش نادي الزمالك يبقى، اسمع ان دايما في معاناه سواء ماليه او معاناه اجرائيه او معاناه اداريه، فده اللي محتاجينه. وده ينقلني لفكره ايه، ان نادي الزمالك مش بس محتاج على فكره اعضاء مجلس اداره، نادي الزمالك محتاج الجميع يتكاتف عشان يشتغل. يعني يبقى لو في 100,000 عضويه يبقى كلهم قايمين بلجان نوعيه كده يقدروا يخلصوا الملفات الكتيره اللي يمكن معطلانا ومخليانا في حته مش ما نستحقهاش كنادي كبير ونادي زمالك. كمان انا شايف ان مهم نستفيد بكل الخبرات اللي موجوده، اصل انت في الاخر في مجموعه عمل هتشتغل هتوفق في الانتخابات، لكن ممكن مجموعه لم توفق ولم تنجح يعني. طب من المجموعه دي انا برضو في اعتقادي انها ممكن يبقى ليها ادوار وممكن نستفيد بخبراتها بشكل او باخر. فعشان كده نادي زمالك في الفتره الجايه محتاج كل كوادره، وشفنا ان هم كتير، كل محبيه وكل ولاده، لان طبعا ده يفرق بشكل كبير. وعلى فكره كمان الرموز، الرموز كمان اعتقد في منهم بيتحرك، ممكن يكون مش ظاهر لينا، لكن في رموز كتيره جدا جدا بتحاول تشتغل من اجل مصلحه نادي الزمالك. على ذكر الرموز، الحقيقه احنا كان النهارده عندنا دعوه من يمكن احد من المرشحين لمجلس اداره نادي الزمالك، اللي هي طبعا القائمه الموحده، كانت يعني موجهه لنا دعوه كقناه نادي الزمالك بوجود مؤتمر صحفي ليهم. واحنا يمكن بنأكد ان اي ندوه او اي مؤتمر صحفي بيتم الدعوه لينا كقناة نادي الزمالك هنروح طبعا نكون متواجدين ونصور. ده يمكن من أهم الأخبار اللي موجودة النهاردة، إن كان في مؤتمر صحفي، دي صور قدامنا، حتى موجود رموز كبيرة جدا جدا لنادي الزمالك زي ما قلت حضراتكم، مش بس المرشحين وكل من يهمه الأمر، وكل ما زي ما قلت حضراتكم الكوادر والرموز والأبناء والمخلصين متواجدين. فدي نقطة إيجابية جدا، ان انت فكرة ان انا مش رايح ادعم مرشح، انا رايح ادعم نادي الزمالك. وبأكد دايما ان احنا من خلال قناتنا على مسافة واحدة من كل المرشحين، ومجرد ما يتوجه لنا دعوة لأي مؤتمر صحفي احنا هنكون موجودين، لان ده دورنا، ودورنا ان احنا ننقل الاخبار للناس وبكل شفافية زي ما قلت لحضراتكم. انا اللي لفت نظري الرموز والقامات اللي كلها حاسة بالانتفاضة، ودايما انا بأكد على فكرة كلمة انتفاضة الزملكاوية، انا بأكد عليها، واحنا خلف اي حد هيكون موجود على منصب على منصب او في مجلس إدارة نادي الزمالك، لأن الحقيقة مفيش رفاهية، بس هنكون خلفه لما يكون بيشتغل بجد، مدرك المسؤولية بجد، ما يعطلنيش، ما يوقعنيش في إجراءات وعطلة إدارية معطلة. دفعنا ثمن ده كتير، فمحتاجين نقلة نوعية. يمكن ده من أهم الأخبار اللي موجودة معانا النهاردة، وزي ما قلت لحضراتكم بأكد إن احنا على مسافة واحدة من الجميع، ولو تم دعوتنا لأي مؤتمر أو لأي ندوة يتم الدعوة لينا أكيد طبعا هتبقى متواجدين وننقل الأخبار كما هي موجودة النهاردة، لكن دي من ضمن أهم الأحداث اللي حصلت النهاردة. خليني أدخل مع حضراتكم في باقي الأخبار كمان. النهاردة فرقة اليد لنادي الزمالك فاز على فريق الزهور بنتيجة 37-26، طبعا في إطار الجولة الثامنة
للدوري، دوري كرة اليد المحترفين، والماتش ده أقيم على صالة الكابتن محمد حسن حلمي، والشوط الأول انتهى بنتيجة 19-10 لنادي الزمالك، وبعد كده حسم اللقاء بنتيجة 37، وبعد كده عندنا مباراة تانية لفريق كرة اليد قدام فرقة العبور يوم الجمعة اللي جاية في الجولة 9. هتتلعب الماتش ده على صالة المؤسسة العمالية في شبرا، وكلنا عارفين ان يقود فرقة اليد الكابتن احمد رمضان هتلر مدير فني، وإيهاب محسن مساعد مدرب، وحمادة عبد الباري مدير الفريق، ومحمد اشرف طبيب، واحمد صلاح مدرب، واحمال وعادل امام مدير اداري، ومحمد سامي اداري. لو رحنا للفريق كرة القدم في نادي الزمالك، الزمالك بيكمل تدريباته في طبعا الاول النهارده بدا تدريبه في صاله الجيم في نادي الزمالك، لان كلنا عارفين ان نظرا للظروف الحاليه وانشغال ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بالانتخابات والتجهيزات للانتخابات، فانتقلت التدريبات لنادي الترسانه، ودي صوره للتدريبات من استاد نادي الترسانه. لكن كان في فتره النهارده مهمه كان مستر اسوريو عاملها مع التنسيق مع مدرب الاحمال بشكل عام الكابتن علاء رجب في الجيم الاول، فالجيم طبعا كان جوه نادي الزمالك، وطبعا كلنا عارفين نظرا لقرب الناديين من بعض نادي الزمالك ونادي الترسانه يا دوب بتعدي الشارع، فعمل الفتره اللي هي ليها علاقه بفقره الحمل البدني والاحمال اللي هي محتاجه جيمنيزيوم، ده اشتغلها بشكل متخصص في نادي الزمالك، ثم انتقل بعد كده لنادي الترسانه عشان يكمل الشغل اللي فيه بقى الفنيات اللي هو هيكون جوه الملعب. كلنا عارفين ان احنا عندنا ماتش مهم يوم 21 اكتوبر في الجوله الرابعه للدوري الممتاز مع فرقه سموحه. كمان على هامش التدريبات كان في تدريبات خاصه لمحمد عواد وناصر منسي، يمكن هما الاثنين اكتفوا بس بالتدريبات اللي هي في الجيم، ما كملوش الفتره اللي بعد كده اللي هي داخل الملعب عشان بعض الحاجات اللي ممكن نقولها علاقه بالتاكتكس. هو الراجل عجبني فكره ان انت بتدي جرعه لكل واحد، لان في المرحله دي بتبقى مهم جدا عشان محدش تعور، بتبقى انت عامل كده زي تخطيط عام للاعبين، لان خلي بالكم اثناء التدريبات دلوقتي الحديث في كره القدم ان بقى في شغل تخصص، ومش كل اللعيبه ممكن تكون محتاجه نفس الجرعه، وده اكتر حاجه بقت متقدمه دلوقتي في كره القدم، ان انت ممكن تدرب لعيب غير التاني، ممكن لعيب سنه غير التاني، ممكن خط كامل غير خط تاني، يعني خط الدفاع مثلا غير خط الوسط، ممكن في حاجات متخصصه، ممكن يكون في حد مثلا من مجموعه معينه في خط الدفاع محتاج قوه فده تشغله مثلا في الجيم، في حد تاني محتاج مرونه ورشاقه، في حاجات كده في الكوره تفاصيل صغيره مهمه جدا. وعلى فكره اللي بيفرق مدير فني او بيفرق فرق كبيره بتكسب هي التفاصيل الكتير الصغيره دي، اللي بيكون عنده وعي في التفاصيل الصغيره بيفرق معاه جوه الملعب، بيفرق معاه في قرار، يفرق معاه في تغييره، يفرق معاه في نوع اللعيب اللي هو عايز يلعبه في مباراه معينه، وقادر ولا مش قادر، طب بنيانه يستحمل ولا ما يستحملش، مجهد ولا مش مجهد، التفاصيل دي بقت علم ودراسه، لو انت مش ملم بيها هتعطلك، وممكن تشوفها في صوره خساره تغيير، ممكن تشوفها في صوره انك تبدا مباراه بتشكيل مش مناسب، ممكن تشوفها في صوره ان حد اتعور، فدي كلها حاجات مهمة، ممكن تشوفها في صورة ان لعيب مجهد مثلا بيلعب وانت مش حاسس ان هو مجهد وهو ما قالش. فدي حاجات نقط مهمة جدا محتاج ان انت التفاصيل الصغيرة كتير، دلوقتي كرة القدم بقت فيها تفاصيل كتيرة بتفرق في اللعبة. يعني زي ما اتكلمنا على التسويق، زي ما اتكلمنا على الفنيات، زي ما اتكلمنا على الأحمال، زي ما اتكلمت على الإدارة الملف الكورة نفسه بشكل عام جوه الفريق. المدير الفني ده بيدير مجموعة عمل، مجموعة عمل سواء مساعدين، سواء حراسة مرمى، سواء علاج طبيعي، سواء طبيب. كلها في الاخر بتجمع له معلومات عشان ياخد القرار الانسب في التوقيت المناسب، وده الحاجات الصغيره اللي بتفرق مدير فني عن مدير فني. كمان يمكن سوري النهارده شرح الخطه بشكل عام مع اللعيبه، بس اتكلم قبل التدريب عن حاجات مهمه ليها علاقه بالاستعدادات، ووجه التحيه للعيبه على مباراه البنك الاهلي، وكنا برضو شفناه وجه التحيه لمباراه ارتا سولار، وطبعا التحيه دي مهمه نفسيا مع اللعيبه وكل حاجه، وفكره ان هو بيشيد بيهم دي حاجه جيده، لكن احنا طبعا نتمنى ان ما نوصلش دايما لتصعيب الامور، دايما كل يوم بنقول القصه دي، ما نصعبش امور بعد كده
نرجع مثلا نقول ان الحمد لله انها عدت، فدي نقطه مهمه نراجع امورنا، وده اللي اعتقد شغال عليه دلوقتي مستر اسوريو، بيحاول يستغل فتره التوقف الدولي الحاليه عشان معالجه الاخطاء، وبيحاول يعني طبعا عايز يقول للعيبه نلتزم بالجديه والتركيز علشان نبقى في المستوى الافضل الفتره اللي جايه، واتكلم على بعض الامور الخططيه والفنيه في البرنامج الموضوع، ونفس الكلام التقسيمه، وقف التقسيمه واشتغل على الجوانب الخططيه زي ما قلت لكم، وتصحيح الاخطاء بشكل عام. وكان معاه كابتن مدحت عبد الهادي، وكان كمان واقف كابتن احمد مجدي ومساعد فريدي هيريرا يعني بيدونوا بعض الملاحظات اللي ممكن تكون ظهر في التدريب، وده العمل الجماعي والعناصر اللي بقول لحضراتكم عليها. اوباما للاسف ما شاركش في التمرين لسه مع الدكتور محمد اسامه، في كلام مش عايزين يعني يغامروا بيه بشكل او باخر، فصابرين عليه شويه، بيديله وقت كبير، رغم ان كان جالنا خبر ان هو كان قريب، لكن دلوقتي هم مفضلين انه يطولوا فتره راحته شويه، وده كده افضل، احنا لسه عندنا وقت، بدل ما نخسر لعيب يبقى معانا كل اللعيبه باذن الله جاهزه في الفتره اللي جايه. طيب بكده فقره اخبارنا كلها انتهت، خلينا نطلع لفاصل ونرجع نستقبل المرشح على نائب رئيس نادي الزمالك الاستاذ هاني العتال، استنونا. يخوض ثلاثة نجوم من فريق الكرة بنادي الزمالك مهمة قومية مع منتخب مصر الأول في معسكر أكتوبر بدولة الإمارات العربية الشقيقة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا. كان فيتوريا قد استدعى ثلاثي الزمالك الحارس محمد صبحي والظهير الأيسر أحمد فتوح والجناح أحمد سيد زيزو لقائمة منتخب مصر الذي سيخوض مواجهتين وديتين. يلعب المنتخب المصري أمام كل من نظيره الزامبي في 12 من أكتوبر ونظيره الجزائري في 16 من الشهر ذاته، ويستعد منتخب أحفاد الفراعنة لانطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار في الشتاء القادم، وكذلك انطلاق مواجهات تصفيات كأس العالم 2026. يتطلع نجوم الزمالك الثلاثة لإثبات المزيد من الجدارة بارتداء قميص منتخب مصر خلال مواجهتي زامبيا والجزائر. نرجع لحضراتكم تاني نستقبل المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك الاستاذ هاني العتال، والظهور الاول ليه اعلاميا بعد اعلانه خوض تجربه الانتخابات، والظهور الاول ليه في قناه نادي الزمالك. استاذ هاني منورنا في قناه بيتك. انا وسهلا كابتن محمد، انا بشكرك طبعا على الاستضافه، وانا كنت يوم الجمعه ده اللي انا رشحت فيه نفسي قبل قفل باب الترشح، كان يوم الاحد، فمن تلقاء نفسي كده قلت ان لازم اول ظهور ليا على القنوات يكون من بيتي من قناة نادي الزمالك. ده الحقيقة شرف كبير جدا جدا ان كل الناس تعرفك، كان دايما بيسمع عن اسم هاني العتال، وده دورنا كقناة نادي الزمالك هاني مع تعديل المسار اللي قلت لك عليه، فترة ان شاء الله تنقلنا لمستقبل افضل. بس خليني قبل ما ادخل معاك في الحوار، عندنا حوار كتير وعندنا كمان اسئلة من السوشيال ميديا، خلينا نشوف تقرير عن الاستاذ هاني العتال ونرجع لحضراتكم تاني. لم يكن ترشح هاني العتال على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في انتخابات الزمالك المقبلة غريباً على أعضاء الجمعية العمومية للنادي، كونه سبق وأن نال ثقة الأعضاء خلال دورتين سابقتين في 2009 و2017. هاني العتال حاصل على بكالوريوس تجارة وإدارة الأعمال ويمتلك خبرات عديدة في مجال الأعمال والإدارة. يعتبر هاني العتال من كبار رجال الأعمال في مصر، حيث تعد عائلة العتال رائدة وعريقة في مجال شركات الحديد والتسليح. ينتمي هاني العتال لعائلة شديدة الانتماء لنادي الزمالك، حيث كان الوالد عضوا عاملا بالقلعة البيضاء، وكانت له عدة إسهامات وبصمات تجاه النادي خلال فترة رئاسة صديقه الدكتور كمال درويش. ومارس العتال رياضة السباحة قبل أن يحول قبلته إلى عالم كرة اليد في نادي الزمالك، حيث تميز بقوة تصويباته اليسارية إلى أن أنهى مشواره مع اللعبة مطلع الألفية الثالثة. انتخابات الجمعية العمومية لنادي الزمالك في 2009 كانت بداية الانطلاقة الحقيقية للعتال في العمل الإداري داخل القلعة البيضاء، حيث حصل على 14,950 صوتاً على منصب عضو مجلس الإدارة، محققاً ثالث أعلى الأصوات في الانتخابات بعد الثعلب الصغير حازم إمام والمستشار أحمد جلال إبراهيم.
كما نال هاني العطال ثقة أعضاء الجمعية العمومية في نادي الزمالك في انتخابات عام 2017، وتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بعد الحصول على 22,176 صوتاً. هاني العطال يحل ضيفاً على برنامج زملكاوي للحديث عن برنامجه الانتخابي وتوجيه رسائل خاصة للجمعية العمومية بالنادي وجماهير الزمالك بشكل عام. نرجع لحضراتكم تاني. استاذ هاني، انت لفت نظري في كلامك انك قلت انك اعلنت ترشح قبل باب الغلق القيد بيومين، الجمعه وكان الغلق يوم الاحد. عايزك تحكي لي ايه القصه دي وليه يعني اتاخرت في انك تترشح وايه كان الدافع انك تترشح؟ انت داخل على السخنه كده على طول. بص، هو طبعا قرار جه الانتخابات فتح باب الترشح جه سريعا جدا، يعني هو مش معاد الجمعيه العموميه عارفاه او اعضاء النادي او بعض الناس اللي هي عايزه تترشح على المناصب ما كانتش عارفه الميعاد. فهو جه في ظل الازمات بعد مجلس الاداره السابق بعد استقالته، فكان في اللجنه الثلاثيه برئاسه طبعا الدكتور عماد، فقرروا ان يبقى في الانتخابات في هذا التوقيت. كانت مفاجاه يعني صوره الاجراءات. بالظبط، فالوقت كان ضيق جدا، فانت برضو عقبال برضو انت بيبقى في ورق للترشح، في برضو انت بتشوف نفسك انت هتقدر تنزل في هذا التوقيت، طيب انت هتبقى جاهز ازاي؟ طب هل في قايمه؟ هل مفيش؟ ففي بعض الحاجات اللي هي دي من ضمن الحاجات، زائد ان احنا كابتن حسين لبيب طبعا كنا قعدنا مع بعض قبل يعتبر بعد في نفس اليوم اللي هو فتح باب الترشح فيه. قعدنا طبعا احنا بصفه عامه احنا اسره، كنا بنتقابل كتير بره النادي، مش عشان نادي زمالك، لا ممكن في مكان البيوت بتاعتنا قريبه من بعض جدا، فكان بيبقى في صله وفي تواصل بشكل طبيعي جدا ابناء نادي الزمالك، ده امر طبيعي يعني. فقعدنا يوم الاحد اللي هو اول يوم فتح باب الترشح، وبعد كده اتفقنا على تصور معين، ده من وجهه نظري، ممكن اكون مخطئ فيه، ممكن اكون صح فيه، ده ما فيهوش اي مشكله. فرسينا في اخر الامر على تقريبا يوم الخميس ان القايمه هيبقى شكلها كده، الوضع بتاعها كده، وانا يعني فضلت ان انا اكون مستقل، فنزلت يوم الجمعه رشحت نفسي على منصب نائب الرئيس. يعني كنت الاول كنت في نيتك تبقى في قايمه، لكن بعد كده ما حسبت امورك لقيت ان انت لا، ما كانش نيتي. هو احنا ما انا قلت لك اول حاجه خالص هو الموضوع جه بسرعه، تاني حاجه احنا قعدنا عشان نتكلم، تالت حاجه ان احنا ممكن ما نكونش اتفقنا في وجهات النظر، وده امر طبيعي. عجبني اصلا يعني ده امر طبيعي زي ما بيحصل في مجلس الاداره، ممكن يبقى ممكن عضو او رئيس او نائب مخالف للقرار، ولكن في الاخر وفي الاول بنبقى العلاقات محترمه. ده نقطه مهمه، وده من اكتر الحاجات اللي مميزه المشاهد الانتخابيه في الوقت الحالي، واخد رايك فيها بعدين. لكن انا مثلا لما اجي اتكلم عن هاني عتال خد مناصب قبل كده جوه نادي الزمالك، يمكن مش كتير يعرفوه من خلال قناه نادي الزمالك لاسباب او لاخرى، وفرصه جيده انك تعرف نفسك من خلال شاشه بيتنا كلنا، لان ده قناه نادي الزمالك ده تعديل مسار بشكل عام، واحنا نفسنا نبرز كل كوادرنا اللي موجودين ونستفاد بخبراتهم يعني. طيب دلوقتي نجحت في كذا مره، ودايما عندك علاقه مع اعضاء الجمعيه العموميه وعندهم ثقه دايما معاك، انت برضو لما درست امورك اشمعنى اخترت منصب نائب الرئيس؟ بص يا محمد، انا كنت في 2009 كنت عضو مجلس اداره، وكانت اللائحه مختلفه عن اللائحه الاسترشاديه دلوقتي، وكانت رئيس وست اعضاء، وكان عمري 26 سنه، وكنت عضو في المكتب التنفيذي، فكان في جهد، اشتغلنا فترات كبيرة، عدد ساعات كبيرة جدا، لأن عددنا قليل. يعني اللائحة اللي كانت موجودة أيام المهندس حسن صقر كان رئيس المجلس القومي للرياضة، كان رئيس وست أعضاء بس، فأنت حضرتك بتتكلم في سبعة
النهارده بتتكلم في 12، فوضع مختلف. فكان الجهد يعني محتاج محتاج باور عالي جدا، وان انت تفضل شغال بـ بـ يعني بصفه دائمه وعدد ساعات كبيره. فده برضو علمني حاجات كتير، ما انكرش انا يعني ممكن اكون بدير شركات، ممكن اعمل مشروع جديد، فده امر طبيعي. ولكن لما جيت دخلت نادي الزمالك بالنسبه لي دي حاجه برضو انا بتعلمها، وده ما فيش بني ادم بيعرف كل حاجه طبعا. ولكن لما نزلت في 2009 كان عمري 26 سنه وعملت حاجات كتيره جدا وانجزت حاجات فايلات كتيره جدا، وفي نفس التوقيت انت اتعلمت. دي ما كانش اسمها تحت السن؟ لا ما كانش فيه تحت السن، كان رئيس وست اعضاء. ما كانش فيه نائب، ما كانش فيه امين صندوق، كان فيه مدير مالي. ما كانش فيه فوق السن وتحت السن كل ما كانش الحاجات. لا فيه كانت اللائحه كانت كده. قلت لي اتعلمت حاجات كتير جدا. يعني انت لما بتبقى قاعد في العمل بشكل طبيعي وبشكل دوري وبعدد ساعات كبيره، لا بتتعلم وبتتعلم. ولما تبقى في المكتب التنفيذي بتتعلم اكتر، لان المكتب التنفيذي هو دوره ان هو يهيئ الوضع والشكل العام وياخد قراراته عشان يعرضها على مجلس الإدارة بوجهة نظر المكتب التنفيذي. وبعد ما تعرضها على مجلس الإدارة، مجلس الإدارة بيدرسها وبعد كده بياخد القرار السليم. وعلى فكرة، ومش معنى أن أنت تكون عضو في المكتب التنفيذي وخدت قرار بحاجة فمعناها أن أنت تكون متسلط برأيك داخل مجلس الإدارة. لأنك لو حضرتك، لو نفترض النهاردة على اللائحة الاسترشادية، لو النهاردة المكتب التنفيذي انا مش عارف بالظبط هل ممكن يكون 3، هل ممكن يكون 4 في المكتب التنفيذي. طيب لو الأربعة خدوا قرار، اكيد الأربعة قدام 8 عشان يبقوا 12، تمام كده. ممكن 8 يكون عندهم وجهة نظر افضل، فممكن الأربعة يغيروا وجهة نظرهم عادي، فيهاش اي مشكلة. يعني مش لازم تكون عضو في المكتب التنفيذي وخدت قرار فتقول لا انا ما ينفعش اكون خدت قرار واطلع لمجلس الإدارة اغيره. لا، هي انت بتشرح، بتقرب وجهة النظر لمجلس الإدارة، وانت بقت عضو في مجلس الإدارة او رئيس او نائب، فانت بتبقى قاعد ممكن تغير وجهة نظرك، لانك بتغير وجهة نظرك للصالح، فده امر طبيعي جدا. فالقصد من الموضوع ان في الفترة دي الواحد اتعلم فيها كتير. انت تواجدت استاذ هاني في انتخابات كتير وحضرت كذا منافسه انتخابيه. شكل المنافسه الانتخابيه المره دي مختلف شويه من وجهه نظرك؟ بص، انا 2009 ومن 2009 ل 2013 دي دوره، 2013 ما نزلتش، كنت مشغول في شغلي فما نزلتش. انا مقتنع جدا في حته ان نادي الزمالك او اي منصب عام بشكل طبيعي ان انت لازم تقدر تشتغل. مش الموضوع مش يعني مش واجهه اجتماعيه، هو انت نازل مفوض ان انت تشتغل. فلو انت شايف ان انت في ظروف شغلك او في ظروف وقتك ان انت مش قادر تكمل في هذا العمل فما تكملش. فبالتالي انا في 2013 ما نزلتش دوره 2013 لحد 2017، ونزلت 2017 على منصب نائب الرئيس. كانت اللائحة ساعتها رئيس واثنين نواب وأمين صندوق، وكانوا أعتقد 5 أعضاء. ودي نجحت فيها. وبعد كده ما مارستش لظروف كل الناس عارفاها طبعا، ولكن دول يعتبر الانتخابين اللي انا نزلتهم الدورتين. شايف المشهد الانتخابي المره دي ازاي؟ مختلف عن مثلا المنافسه قبل الانتخابات قبل كده في انتخابات اخرى، ولا شايف المنافسه المره دي ازاي؟ لان انا بشوف الحقيقه صور حلوه جوه النادي، الاقيك مثلا بتبقى قاعد مع اي مرشح، مع ناس من القايمه الموحده، يعني دايما بيتكلموا على بعض كويس. حتى كان معايا قريب امبارح المهندس هشام نصر، واتكلم قال لي هاني عتال ده يا اخويا الصغير ولاعب هاند بول، واتكلم عليك الحقيقه بمنتهى الاحترام يعني. فانا عايز اعرف تصورك للمشهد ده شايفه ازاي؟ المشهد العام في الانتخابات هو اكثر من رائع، لان لو حضرتك بصيت هتلاقي معظم الناس المرشحين، كل طبعا المرشحين ولاد النادي. مش عايز انسى استاذ احمد ابغاني على نفس المنصب يعني. انا بقول لحضرتك كل الناس المرشحين هم ولاد نادي الزمالك، هو عضو في نادي الزمالك، ولكن في ناس بتربطهم نادي الزمالك يعني اكتر شويه. زي حضرتك
كنت لعيب في نادي الزمالك ويربطك علاقه قويه جدا جدا بنادي الزمالك. هي نفس الفكره، ممكن تكون لاعب، ممكن تكون اداري، ممكن تكون محب لنادي الزمالك بدون ما تكون لعبت او تكون مارست دور في مجلس الاداره. لكن العلاقه كويسه جدا، الجو الانتخابي يعني فيه هدوء شديد. يمكن انت نزلت انتخابات 2017 معانا وكانت الاجواء بتبقى سخنه شويه ويعني وفيها نوع من انواع السسبنس شويه، ودي بتحصل ساعات في انتخابات كتير مش في نادي الزمالك فقط. ولكن نادي الزمالك في انتخابات 2023 الوضع مختلف تماما تماما، في حريه، في احترام الناس لبعضها من رئيس لتحت السن، كل الناس بتتقابل مع بعض. يعني انا قابلت الكابتن حسين لبيب والكابتن هشام نصر وتقابلنا وتسلمنا على بعض بحراره شديده جدا، والموضوع ربنا يولي من يصلح طبعا، في الاخر كلنا ولاد نادي الزمالك. فالنقطه دي فيها بس جزء كويس وجزء ممكن يكون مش كويس شويه. الجزء الكويس هو ان كل المرشحين علاقتهم جيده ببعض، ولكن في الجزء الاخر اللي هو الجمعيه العموميه بتاعت نادي الزمالك. الجمعيه العموميه كلها لازم تبقى عارفه ان كل الناس او كل المرشحين اللي نازلين هم مش نازلين معارك، احنا مش نازلين معركه، احنا بنتنافس لخدمتكم. فده امر لازم انت حضرتك تتقبله. مش معنى ان الكابتن محمد ابو العلا نازل وهاني العتال نازل على نفس المنصب فيكون يا مع يا ضد، لا، خليك مع بس مع النادي. هي دي الرساله اللي انا عايز اخليها تكون موجوده. بالعكس انا حابب المشهد جدا من المرشحين كلهم. يعني يمكن زي ما قلت لحضرتك انا قعدت مع الكابتن حسين لبيب سلمت عليه، قعدت مع الكابتن هشام نصر نفس الكلام، قعدت مع الكابتن فاروق جعفر المستقلين نفس الكلام. يعني كل المرشحين، ما ببصش على السوشيال ميديا، ما ببصش ده راح هنا، ده قعد هنا، ده قعد مع كذا، لا، ما بنبصش على دي خالص. انا من اول لما نويت ان انا اترشح اللي هو كان يوم الجمعه، انا مش باصص الا حاجه واحده، هي نادي الزمالك. مصلحه نادي الزمالك فين؟ مصلحه نادي الزمالك ان احنا نبقى ايد واحده، يبقى لازم نبقى ايد واحده. مصلحه نادي الزمالك ان احنا كلنا نبقى سبورت، وكلنا كل اللي يقدر حاجه، كل شخص مرشح نفسه او مش مرشح نفسه يقدر يقف جنب نادي الزمالك وجنب بيته، اصل ده بيته، لازم يعمل ده. فالمصلحه هي مصلحة نادي الزمالك فقط. أنا عاجبني العنوان ده برضو يا أستاذ هاني، ومتوافق مع احنا متبنيين عنوانين هنا، انتفاضة الزملكاوية لتغيير واقعهم. أنا لمسه وشايفه في عيون المرشحين وعيون كل محبي ورموز نادي الزمالك، وكمان إن عايزين نوصل لحسن الإدارة بيصنع حضارة مأخرانا كتير. فدول عنوانين أنا عجبهم. وكمان أنا بقى كمان لفت نظري حاجة، إن أنا نفسي أعمل الحقيقة زي منتخب من المرشحين كده، او يمكن انا بقول كلام هقوله كره شويه حالم شويه، لا، اللي هو في اننا ايه، نفسي الجميع يبقى كويس وكله مرضي. بس هو طبيعه الانتخابات مش كده، بس انا عايز اعرف ازاي استفيد من كل الكوادر. عايز كل الناس تفضل مد ايديها لنادي الزمالك، لان هو بالفعل مش محتاج مجلس اداره بس في الوقت الحالي. نادي الزمالك محتاج رموز ومحتاج كوادر ومحتاج الناس اللي كانت مهمشه والناس اللي كان بيتقال ان مش موجود الكوادر اللي عندها الخبرات. وانت لما تيجي تبص على بس المرشحين غير كمان لما ترشحوش يا استاذ هاني، هتلاقي ان قامات كبيره جدا جدا ازاي لم يتم استغلالها. فانا نفسي تفضل الروح دي موجوده لما بعد الانتخابات. ده تاكيدا على كلامك، لان كلامك الحقيقه عجبني في الحته دي. يعني خلينا نرجع ممكن حته كده ل 2009. 2009 لما كنت موجود في المجلس وكان عددنا صغير زي ما قلت لحضرتك، رئيس وسته اعضاء، كنا بنستعين بكل الناس. حصل لنا دروبات وده امر طبيعي جدا، بس حاجات انت مش يعني مش في ايدك انت كمجلس اداره. لما انت تقعد سنه وشهرين تتحل، تقعد سنه واربع شهور بره، وبعد كده ترجع، يكون كان في ثوره يناير والنشاط الرياضي متوقف اكتر من سنه ونص،
ويعني توقف تقريبا نص موسم وبعد كده توقف موسم. فكل الكلام ده كل من عمر المجلس، وبعد كده في اخر المجلس خالص يعني كان ساعتها بحجه ان هيبقى فيه تعديل للقانون الرياضه، الكلام ده كان في سنه 2013، فالمجلس برضو اتحل في النهايه. فانت يعني انت ساعات نادي الزمالك بيعدي الدوره اللي هي مدتها 4 سنين بتلاقي عدد مجالس ادارات كتيره جدا، وهو ده اللي عامل عدم استقرار، وهو ده اللي هنتكلم فيه. لو انا مش عارف يعني ايه الاسئله اللي معاك، لكن هتلاقي معظم المشاكل جايه من الدايره دي. عارف انا بقول عليها ايه؟ كميه عطله اجرائيه وعطله اداريه، والوقت مش في صالحك، بيفوتك حاجات كتير جدا كنادي، وبيتخلق لك امر واقع بتشكل غريب جدا جديد، بتلاقي نفسك انت في الاخر يعني تخلفت عن الرجل، فاتك بطولات، مش لاحق تعمل تدعيمات، مش لاحق تبني فرع تاني، انشاءات، مش لاحق كل حاجه. هي دي، هو ده اللي انا اقصده. لانك انت حضرتك اي مجلس اداره بيجي في وارد ناس تكون كانت موجوده في مجلس اداره قبل كده، او في يعني هو في المجلس السابق والدوره خلصت ونجح في الدوره اللي بعديها، فهو اوريدي فاهم الفايلات. لكن ممكن واحد يكون ما نزلش قبل كده ونجح، او ما نزلش الدوره اللي فاتت ونجح، فعقبال ما بيخش وبيبص على جميع الفايلات ده بيستغرق وقت. ده امر طبيعي. ولما حضرتك بتجيب بقى مجلس بيتحل وبتجيب لجنه من بره، فدي مش متابعه، يعني هي مش دارسه نادي الزمالك اصلا. ممكن يكونوا زملكاويه طبعا واعضاء جمعيه عموميه، ما فيهاش اي مشكله، بس هو ما كانش في دماغه ان ممكن يجي يبقى في لجنه او في مجلس معين، فلما بيجي بيبقى المشوار قدامه بعيد شويه. فهي دي المشاكل الحقيقيه اللي داخل نادي الزمالك، ان انت بتيجي في موقف ان انت عقبال ما بتيجي تقوم، وده امر طبيعي زي اللاعب، حضرتك لما بتبقى عامل الفتره اللي هي الراحه وبتيجي تنزل الملعب بتعمل ايه؟ بتاخدها فترة اعداد وتعلى تعلى 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 بالاحمال لغايه لما تبقى جاهز عشان تخش الماتش بتاعك. فده امر طبيعي. فانت حضرتك نادي الزمالك ده اللي بيحصل، انت بتخش فتره الاعداد وتعلى تعلى تعلى، وقبل ما تخش الماتش بشويه تخف الحمل مثلا، لا بتلاقي نفسك انت بره الملعب خالص. يعني مش بتخف الحمل، انت بره الملعب خالص. فهي دي الازمه اللي دايما نادي الزمالك بيقع فيها، ودي طبعا من كثره القضايا، يعني سواء مخالفات، سواء انتخابات، سواء ايا كان. انا بسميها عطله اجرائيه اداريه او قانونيه. فدي اللي بتعمل عطلتنا. دي اللي بتسبب المشكله. يعني انت لو جيت اتكلمت على الانشاءات، يمكن نتكلم مثلا رياضيا، ممكن تكون بتتاثر وبتتاثر بنسبه كبيره، لكن بتتاثر بنسبه اكبر على المنشات وعلى العضو ذات نفسه، وعلى ان انت النهارده حجم استثمارك مش بيزيد. يعني انت النهارده حضرتك لما تيجي تفتح فرع جديد زي مثلا ارض نادي الزمالك في 6 اكتوبر، طيب انت عشان تتعامل مع مستثمر هو لازم يبقى شايف ان هو مستقر او قاعد مع مجلس مستقر يقدر يحميه، ما يجيش حد جديد يقول له لا انا شايف ان الكلام ده غلط، تعال نبتدي من اول وجديد. فبقى في نوع من انواع الخوف ما بين نادي الزمالك وما بين ممكن المستثمر او المعلن، او لو حضرتك عايز تجيب مطعم، ده انا بديك بصفه عامه، وممكن تتاثر في مدرب وممكن تتاثر في لعيب، نفس الفكره، بس هي ايه؟ حتت صغيره كده بس بتتكون، فبتبقى المشكله كبيره جدا. فانت لما حضرتك تيجي تشوف تلاقي نادي الزمالك الارض بتاعته واخدها من امتى؟ كانت في الاول في مكان اخر، وده كلام اعتقد كان في اول الالفينات تمام، وبعد كده اتنقلت في حته تانية مش فاكر سنه كام طبعا، وبعد كده برضو فضلت زي ما هي، وبعد كده
مجلس يجي يبتدي يعمل ماستر بلان تتلغي. هي دي بقى الاعطال الاداريه دي، بتمشي في مكانك انت بالظبط، انت ما بتاخدش خطوه للامام خالص. انا يمكن الحته دي بصراحه يعني حته خطيره جدا جدا، ان هي دي اللي سبب في وجهه نظري وصلت لتهديد بالوجود. يعني مش بس ان انت مثلا مهددين بالفرع الثاني ولا التطور في الالعاب الرياضيه، لا ده احنا بقينا اصبحنا مهددين بالواقع الحالي بان اصلا الفرع الرئيسي فيه مشاكل. مش بقى بدور بس على فرع تاني، ان انا فرقتي الاساسيه سواء موجوده في الهاندبول او في الكوره عندها مشاكل، مش بتطور ان انا ابني قطاع ناشئين وبتوسع واطور اللعبه ويبقى عندي صف تاني وتالت في كل الالعاب، لا ده انا اصبحت المشاكل مخلاني مهدده وجودي، وجودي في المنافسه، وجودي انشائيا، وجودي جماهيريا، منافسه في كل حاجه، كل حاجه. فبقت معطلاني في عدد البطولات، رغم ده لا يتناسب مع قيمه نادي الزمالك. واقروا التاريخ كويس، تلاقي نفسك فتره زمنيه من الزمن وقعت من نادي الزمالك علشان ايه؟ عشان بجري في مكاني، ما بين عطله اجرائيه، ما بين عطله قانونيه، ما بين عطله اداريه، صحيح. ما بين ما بين ما بين، فردت لنا امر واقع مزعلنا كلنا كزملكاويه. عشان كده انا مسميها انتفاضه الزملكاويه باذن الله لتغيير وقحم. هدخل معاك في الحلول، لان انت طرحت الحقيقه مشاكل كتيره جدا جدا، انا يمكن عشان جوه النادي برضو فعارفها. هدخل معاك بعد كده بقى في الحلول، تقول لي رؤيتك للكلام ده كله ازاي. بس انا عايز اخد اول حاجه حاجتين. اتفضل. شايف المنافسه ازاي على منصب نائب الرئيس؟ دي اول حاجه. وعايزك تحكي لي قصه الهاندبول عشان ممكن كتير ما يعرفوهاش. عايز طب عايز تبتدي بقى ابتدي بالمنافسه. طيب. انا زي ما قلت لحضرتك المنافسه شريفه جدا، المنافسه وعلاقه طيبه. في الاخر وفي الاول هو يوم 20/10 كل عضو جمعيه عموميه هيدلو بصوته 12 رئيس نائب امين صندوق، 6 اعضاء وثلاثه اعضاء تحت السن. وفي الاخر خالص اخر اليوم هيكون في تكوين مجلس اداره ايا كان هو مين موجود. المنافسه بشكل عام دي حاجه صحيه، لانك انت كل ما بيبقى فيه منافسه انت بتشتغل. طب بتشتغل لمين؟ ما هو لمصلحه نادي الزمالك. فالمنافسه في حد ذاتها هو شيء صحي جدا. اللي ما تسمى انها معركه انا رافض الكلمه دي، ده رقم واحد. لكن المنافسه دي حاجه صحيه جدا وحاجه مفيده جدا. مفيده ممكن لنادي الزمالك طبعا بنسبه 100%، وممكن تكون مفيده لشخصك. ممكن انت النهارده مشيت خطوات سليمه وربنا وفقك ونجحت، وممكن تكون برضو مشيت خطوات سليمة وما يعني ما وفقتش، فبتبتدي تاخد بالك ايه هي الاخطاء بتاعتك، ايه هي اللي خلاك ممكن تكون مش مقنع للجمعية العمومية. هي دي كل ده انت برضو حضرتك بتفكر لايه؟ بتفكر ان انت تكون موجود داخل مجلس ادارة نادي الزمالك لخدمة نادي الزمالك. بس المنصب ده اعتقد المنافسه فيه ممكن تكون شرسه، الناس شايفاها منافسه قويه، بلاش كلمه شرسه، ان في الاخر يعني مصلحه النادي. يعني انا شايفها مش هسميها منافسه يعني وتتقسم نسب والكلام ده، انا رافض الفكر ده خالص. لكن انا شايف ان هي روح طيبه جدا يعني من كل المرشحين، من كابتن هشام نصر كمان، يعني الوضع استاذ احمد عبد الغني، كل الناس كل الناس. لكن ما بعد الانتخابات هو ده المهم. يعني ما بعد الانتخابات هو ده المهم. كابتن هشام نصر نجح، لازم هاني العتالي يكون موجود. مش موجود عشان انا يعني ليا ورث في نادي الزمالك، بس موجود ان انت ليه ما تستغلش خبره هاني العتال مثلا. او يا سيدي ما انت انا ممكن افيدك بمعلومه، هو ده اللي بحلم بيه على فكره. بالظبط. يعني ولا عكس صحيح. سواء مين ينجح، انا نفسي يبقى في يعني استغلال للكوادر اللي موجوده والقامات اللي موجوده. لا ده يعني انا واثق منه باذن الله ان ده هيحصل. لان اللي موجودين في الانتخابات نادي الزمالك يعني بلا شك ان هم ناس محترمه، ناس مخلصين لنادي الزمالك كله. لكن لازم نتعاون ما بعد المجلس. انا مش بقول يعني في ناس بتبقى شايفه ان يوم 20/10 هو نهايه الجيم، لا هو بدايه الجيم. يوم 20/10 هو بدايه الجيم، لما تمسك المسؤوليه فانت هتحاسب، يعني هتحاسب عليها. فده مهم جدا.
ان انت تبقى شايف ده الحت دي النقطه الاولانيه اللي احنا بنتكلم عليها. لقطات يمكن المنافسه وانت في ندوات جولات جوه نادي الزمالك وندوات لقطات ليك. بص هو المنظر ده منظر جميل في حد ذاته. يعني ان انت تبقى قاعد تطرح افكارك امام الجمعيه العموميه ده شيء جميل جدا. بتقدر يعني انا نازل في الانتخابات ومش على قائمه ومع ذلك جميع كل المرشحين سواء برضو هم نازلين بدون قائمه او نازل على قائمه وجي قعد في اي قعده كلنا قاعدين فيها في الاخر هو ده المشهد اللي احنا لازم نصدره للراي العام ان مجموعه واحده. يعني حضرتك مثلا هتشوف هتلاقي مثلا الدكتور مصطفى عبد الخالق الدكتور مصطفى عبد الخالق ما كان راجل عضو مجلس اداره قبل كده والنادي استفاد منه في حاجات كتير. طب انت عندك مثلا الاستاذه مروه امير الرفاعي بنت الدكتور امير الرفاعي الله يرحمه راجل كان عضو مجلس اداره راجل كان مدير عام النادي تطوعا يعني من حبه ما قررش ان هو يبقى ماسك ايه ففي بعض العناصر كويسه جدا زي سامح سوني مثلا كابتن حسين سمير يعني من نجوم السله طبعا نعم من نجوم السله بالظبط. فاللي انا اقصده ان عناصر كويسه وعناصر شابه كمان رائعه يعني انا بقعد اسمعهم لا هو متحمس جدا في حته غيره كده موجوده دلوقتي يعني مش صالح مش لا غيرة مش غيره من الاشخاص غيره على الكيان فكله عايز يجتهد كله عايز يبتكر حتى تحت السن عند حضرتك مثلا هشام نصر ابراهيم ابن الكابتن نصر ابراهيم طبعا ولد بنكير محترم جدا عايش في النادي يعني واحنا بنمشي ما احنا ساعات بنتقابل وبنمشي حوالين بعضينا كده وامر طبيعي جدا زي لما قابلت الكابتن هشام نصر او كابتن حسين لبيب او كابتن فاروق جعفر فبتلاقي انه ان في حماس. مثلا عندك الاستاذ خالد برضو منتصر فانت برضو عندك عناصر كويسه. انا هممني بعد يوم 20 لازم تحافظ على الحاله دي. هو ده اللي انا اقصده. دي نقطه الحقيقه مهمه يعني هو ده اللي انا اقصده. دي واضحه من كلامك. طب حته الهاند بول عشان الناس كده ما يعرفوش ان مثلا استاذ هاني العتال او كابتن بقى هاني العتال لعب هاند بول برضه. قول لي لعبت لحد امتى لحد ما وصلت فين. انا بص انا لعبت هاند بول تقريبا لغايه سن 17 سنه وبعد كده اتجهت بقى يعني للدراسة شوية مع الشغل. يعني أنا دايما كنت بنزل مثلا الشغل وأنا تقريبا في تانية جامعة. بس أنت من ناشئين نادي الزمالك لعبت لعبة رياضية. لعبت هاند بول بالظبط في نادي الزمالك وكنت أشول زي ما عرضت في التقرير يعني. والشول بالمناسبة في الهاند بول وفي الكورة كمان بتبقى حاجة مميزة شوية. دايما كان يقول لك إيه زي ما يكون لقيت كده قطعة ذهب كده في الرملة لان بيبقى عددهم قليل شويه وبتبقى المراكز دي زي الوينج رايت والباك رايت بيبقى مهم جدا ان لازم يلعب بيبقى الشول. فانت برضو مش كل الشول ممكن يكملوا. انا ما كملتش بس مثلا احمد الاحمر وحاجه جميله جدا وكلنا نفتخر بيها تمام كمل ما شاء الله لو اكبر عليه وحاجه رائعه كلنا بنفتخر بيه. فالفكره ان انت لازم تعمل لنفسك ستوب لو انت حاسس ان انت ممكن مش قادر تكمل في المجال ده على طول توقف عنه عشان ما تأذيهوش وكمل في اللي انت شايف ان انت ممكن تقدر تكمل فيه او تكون بتحبه. دي بالنسبة ان انا عشان لعبت يعني. انا عرفت كمان ان انت كان ليك اسهامات في الدفعة الاولى للملابس في الفترة لا هو كان في حاجة للهاندبول ودي كانت مهمة جدا. طبعا في الظروف التعثر وده دي مش عيب يعني في بلاد بتبقى متعثره مش انديه وفي انديه وفي شركات ففي يعني كلمه التعثر دي هي كلمه يعني سهله يعني ما ناخدهاش بان هي قليله ولكن
انت كان عندك مشاكل وتعثر مالي في هذا التوقيت في ظل توقف الحسابات، الحجز على الحسابات، ليك فلوس بره ممكن ما تعرفش تجيبها، الدوره مش ماشيه بالشكل المؤسسي. فكان اتحاد اليد كان ليه ما يقرب من حوالي 9.5 مليون، وازمه القيد كانت موجوده في الهاندبول برضو، ونادي الزمالك دفع 2 مليون جنيه. يعني نادي الزمالك من خزنه نادي الزمالك دفع 2 مليون جنيه، ولكن كان وارد جدا وكان ممكن يحصل ان نادي الزمالك الكوماندوز الهاندبول كان ممكن ينسحبوا، ومش الدرجة أولى بس، ده الفرق كلها. وما هو السبب؟ لأن حضرتك أنت معاك 5 كارنيهات، يعني معاك 5 لعيبة، والملعب بيحتاج 7، فأنت هتلعب الماتش كله ناقص 2، والهاندبول فيها تغييرات كتير، مخالفات كتير، فبتضطر الدقيقتين، فأنت المتوسط هتلعب 4، فهتلعب 4 ضد 3، فده كان أمر كان لازم 4 ضد 7، سوري 4 ضد 7 يعني، ف يعني قصدي الفرق 3 يعني. فكان لازم في هذا التوقيت ان انت تبقى عندك القرار السريع ان انت تحل ازمه. يعني هي الفكره دلوقتي في بعض الناس شايفه ان دي نوع من انواع الدعايه الانتخابيه. تماما الموضوع ده غير صحيح، لان بهذا المبلغ اللي انت ممكن تكون حليت بيه الازمه كنت ممكن تعمل بيه دعايه انتخابيه احسن من كده 100 مره. ولكن هي ما كانتش دعايه انتخابيه، هي كانت حل، وحل ازمه في هذا التوقيت في 24 ساعه انت بتشوف ايه الاجراءات اللي انت هتمشي فيها وتنفذ عشان نادي الزمالك يستلم 5 كارنيهات كمان، فيبقى معاك 7 في الملعب و3 احتياطي. وبعديها خدت منهج انت ان يعني بدل ما تبقى مبالغ مثلا في دعايه انتخابيه، انت فضلت ان شكل توجيهك لاي اموال يكون من خلال احتياجات النادي. لا، هي كان في موقف قبل الهاندبول كمان، وده موقف يخص القيد كره القدم. ده وقت لما تكون عايز تفتحه نفتحه، ما عنديش اي مشكله فيه. عايز تفتحه دلوقتي تمام، انت محضر له؟ لا، قول قدام. تمام. في شهر 8 قبل ما يكون في انتخابات خالص، في مجموعه زملكاويه محترمه جدا، منهم ناس ممكن يكونوا مش اعضاء في نادي الزمالك بس هم محبين لنادي الزمالك، محبين لكره قدم نادي الزمالك، اللي هو الصندوق. انا سمعت عن صندوق. بالظبط، هو ده بالظبط الكلام ده كان في شهر 8، والمجموعه كان هدفها هدف عظيم جدا، انه لازم نادي الزمالك قبل 14/9 يتفك القيد حتى لو مش هتجيب لعيبه، لان نادي الزمالك اسمه كبير. دي اللي فرقه معايا كمان. بالظبط، نادي الزمالك اسمه كبير، ما تجيبش لعيبه بس ما ينفعش يبقى انت موقوف قيد. دي وجهه نظري. فانت حضرتك النهارده جمعت مبلغ، انا طبعا يعني بحترم الناس اللي اودعت في هذا الصندوق، اللي هم بعض من الناس المحبين لنادي الزمالك، قلت لحضرتك منهم اعضاء منهم مش اعضاء، ومؤخرا في مجموعه منها نازله الانتخابات حطوا جزء من المبلغ، ولكن في الاخر هو المبلغ ما اكتملش، لان هو كان 1,460,000 دولار. دولار. فالمبلغ يعني لم يكتمل. لكن ضروري جدا 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 المجلس القادم باذن الله، ان لازم في يناير لازم يبقى باصص. انا عارف ان الوقت ضيق، لانك انت الانتخابات هتخلص يوم 20، ولكن لازم من النهارده طالما بنتكلم ان في يعني فكر في قوائم في هذا العدد، لان القائمه فيها 12، فلازم يكون في فكر بقى ان في يناير لازم القيد يتحل، لازم يبقى في صفقات سوبر. يعني ما احنا مش هنفضل يعني شايفين ان احنا عندنا اخطاء، اوكي، بس مش هنفضل، لازم نتحرك. فدي النقطه، الحته اللي هي بتاعت الصندوق. انت عايز تطلع فاصل؟ عايز تطلع فاصل. انا كمان عايز بعد الفاصل بقى ارجع افكر برنامج هاني الانتخابي فيه ايه ودماغه فيها ايه، لان انا استعرضت بعض المشاكل، لكن عايز بقى حلول
تتقدم ل ما انا عايز اكمل فكره الصندوق ده لان دي حاجه مهمه جدا بس طيب بعد هتاخد الفصل. وقت؟ لا بعد الفاصل. طيب نستنى نرجع لحضراتكم تاني استنى بعد الفاصل. استاذ هاني العتال المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك. استاذ هاني كنت بتكلمني على فكره ان الصندوق اللي اتكون من بعض محبين لنادي الزمالك، هسيبك تكمل كلامك فيه لكن كمان عايز اعرف هو الصندوق ده موجود فين؟ تحت تصرف مين؟ لا بص الصندوق ده موجود طبعا حساب في البنك، يعني مش صندوق صندوق خشب يعني، لكن هو ده حساب في البنك بس يعني يسمى بالصندوق. زي ما قلت لحضرتك ان في ناس محبين وكده وفي ناس برضو مرشحين، وانا من ضمن الناس برضو اللي اوضعت في هذا الحساب. وده كان مش مشروط خالص، يمكن في ناس برضو من المرشحين، يعني الموضوع انا بحكيه لك زي ما حصل ولكن مش مين سبق مين، يعني عشان برضو الواحد يبقى فاهم ان يمكن من الاوائل ان انا حطيت في هذا الصندوق عشان فك القيد بتاع كرة القدم، وبعد كده في الاواخر خالص مجموعة برضو من الناس المحترمة المرشحين حطوا جزء من هذا المبلغ ولكن لم يكتمل. الفلوس دي من ضمن الحاجات اللي أنا اقترحت إن احنا نحل الأزمات، لأن طالما ما حلناش القيد فأصبح إن الفلوس موجودة ومحدش هياخدها خلاص، يعني خلاص ده كل واحد عمل هدية كده لنادي الزمالك، فلازم الفلوس دي تدور بقى يعني تعمل حاجه. فكان في ازمه في الاربع لعيبه الاجانب، ودي حتى بالمناسبه انا كنت صرحت فيها من اسبوعين وقلت ان ايه حل بنسبه ما يقرب من فوق ال 40%
في الاربع اللعيبه اللي هم الاجانب. كره القدم. كره القدم. فدي اهي حلت ازمه، لانك انت كنت هيبقى عندك مشكله في النقطه دي، لان هم ما كانوش خدوا حاجه خالص، وكان يقدر يوم 27/9 يفسخ التعاقد. فدي الحمد لله حلت ازمه. وزي ما انا قلت لك هو يعني الصندوق، نتمنى ان هو مش صندوق تبرعات، لان انا مش بحب كلمه تبرع. نادي الزمالك اسم كبير، اسم عريق، اسم يجيب لوحده فلوس بالظبط، لكن ما يمنعش ان انت تبقى مساهم، يعني ما يمنعش ان انت تساهم، ده امر طبيعي حتى لو هو اغنى نادي في العالم، بس انت حابب تساهم اهلا وسهلا، لان ده عمل مجتمعي، وده حاجه مش بتاعت شخص او مش بتاعت مجموعه، لا دي يملكوا 100,000 عضو ومئات الملايين الزملكاويه في مصر وفي الوطن العربي. فدي حاجه ما تتسماش، انا يعني بحط كده دايما كلمه التبرعات دي مش بحبها، لكن بحل كلمه ان انت تبقى مساهم، وده امر طبيعي جدا. فاتمنى ان الصندوق ده يكمل، سواء مرشحين، سواء محبين، حتى لو مش هنستخدمه في حل ازمات معينه، بس يبقى سبير موجود معاك، حتى لو حاجه صغيره، مش لازم يكون في يعني ملايين الدولارات، ولكن لازم يكون في، تبقى انت عندك كده نوع من انواع الديفنس بمعنى اصح. فده فكره الصندوق. والفلوس بالمناسبه باللجنه الثلاثيه استخدمت صح في حل ازمه الاربع لعيبه الاجانب، ودي كنت انا قلتها يعني من اسبوعين كده. طيب انا شفت تقرير او من جزء من الدعايه الانتخابيه بتاعتك او اللي انت عرضه، ان كان في ماضي وحاضر ومستقبل. الماضي انا عارف ان ليك اسهامات تانية كمان غير الحاجات دي، لو حابب تذكر منها حاجات سريعا قولها لي يعني عشان ننتقل سريعا. يعني هي الماضي، هي دي حاجات بتتعرض على التلفزيون، المشاهدين هيشوفوها، هتبقى واضحه بالنسبه لهم. حاجات يعني الحمد لله يعني قدرت ان انا اعملها في قبل حتى ما اكون عضو في مجلس اداره، وكملت وانا عضو مجلس اداره. بس كنت دايما بقول ايه، بقول لو انا واعد ان انا اعمل ثلاث حاجات فانا مش هعمل اثنين، بس وارد اعمل اربعه. فدي الحمد لله رب العالمين، ثقتي مع الجمعيه العموميه بتثق فيا جدا، يعني حتى من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى من الحاجات الكويسه، يعني دي حاجات دي احنا كده دخلنا في المستقبل. يعني اسمعك بقى على المستقبل، عايز تعمل فيه يعني احنا بنتكلم في الماضي، الماضي ده اللي هي بعض الانجازات اللي انا عملتها. الحاضر اللي هو في خلال ال 30 يوم اللي احنا فيهم، لما خدت القرار ان الحمله الميزانيه بتاعت الحمله الاعلانيه انها تتوجه للمساهمه في حل الازمات. فده كان طريق انا استشعرته من يوم مشكله الهاندبول، فابتديت ابتدي امشي على نفس المنهج. فلقيت ان حل الازمات هو اهم شيء. انت نازل، او انت نازل ليه؟ يعني انت كعضو مجلس اداره او رئيس او نائب او امين صندوق، اللي هي المجلس الاداره، انت الأصل نازل ليه في الاصل؟ نازل عمل تطوعي لخدمه نادي الزمالك وحل المشاكل. بالظبط، انت نازل تحل، نازل تجود، نازل تعلي، نازل عندك مشاكل تحلها، فده امر طبيعي. فانت لازم وانت نازل انت اوريدي عارف المشاكل اللي عندك، فانت لازم تشتغل عليها. فطب واي نوت ان انت بقى بتشتغل عليها من دلوقتي طالما قادر ان انت تعمل ده، فما فيش مشكله. في ناس ساهمت كتير، في ناس ساهمت كتير، مش التاريخ بيقول كده، بس انت اهم حاجه التوقيت. فانت ارجع بقى للحته اللي انت كنت قلت لي عليها، بس قلنا نسيبها شويه قدام، اللي هو الملابس بتاعت قطاع الناشئين. النهارده بالمناسبه هو اول يوم، النهارده بالمناسبه اول يوم دخلت الدفعه الاولى. تمام، حضرتك عندك في شركه دي صور بالظبط، دي الدفعه الاولى اللي جت من الشركه اللي نادي الزمالك متعاقد معاها. الشركه متعاقد مع نادي الزمالك ان هو بيلبسه الدرجه الاولى،
والتعاقد مع نادي الزمالك ان نادي الزمالك يلبس قطاعات الناشئين كلها والمرتبط وبعد الدرجه الاولى على طول. فكان في السنين اللي فاتت ما كانش العمليه منضبطه بنسبه 100%، ولكن لقيت ان ده مطلب موجود، زائد ان ده واجهه نادي الزمالك، واجهه نادي الزمالك بره وسط الانديه، وسط ولادنا لازم يبقوا هم رايحين زي ما احنا اتربينا كابتن ابو العلا، ان انت رايح انت نادي الزمالك، انت مش فرد، انت بتلعب باسم نادي الزمالك. فدي من ضمن الحاجات اللي انا لاحظتها مع الجمعيه العموميه او مع اولياء الامور اللعيبه، سواء كبار سن 16 سنه، سن 15، 14، 13، انزل بقى كده بالمعدل لان مش معايا الجدول بالظبط، ولكن دي الحاجه اللي هي انت بتعملها وانت مش مستني حاجه. انت بتعملها عشان اسم نادي الزمالك كبير. وبص هقول لك على حاجه كمان. انت ممكن تبقى قادر ان انت تعمل ده ممكن ماديا، بس هو نادي الزمالك أكبر من أي حد، أكبر من أي حد، أكبر من هاني، أكبر من كابتن حسين، أكبر من كابتن فاروق جعفر. نادي الزمالك هو اللي صنع الأبطال، لكن وهو اللي صنع النجوم، فدي حاجة مهمة جدا لازم نبقى احنا عارفينها وواثقين منها. أنا عايز أقف عند الحتة دي يا أستاذ هاني. جميل إن يبقى فيه إسهامات، وجميل يبقى فيه دعم، وكلام عن الحاضر لان الواقع مش حلو قوي فبنحاول نعدي بيه، لكن انا بقى يهمني المستقبل وازاي اخرج نادي الزمالك انه ما يبقاش فيه اعتماديه او مستني مساهمه جميله لو اكسترا، لو حاجه للزياده قوي للاضافه انا احبها، لكن الاول نادي الزمالك يمشي نفسه، والاولى ان اللي هيجي يقعد على الكرسي يحطه على الطريق اللي نادي الزمالك اوتوماتيك ماشي بيا من غيري بالمجموعه الحاليه، لان هو اكبر زي ما انت قلت من كل الناس طبعا. فانا ممكن ابقى سعيد بالاسهامات انها بتحل حاضر او واقع، لكن انا بقى عايز اطلع من الحته دي خالص، فعايز حلول للمستقبل يطلعني من الحته دي، ومرحب بالاسهامات لكن بالاسهامات وانا على ارض صلبه. ده طبعا لازم مجلس اداره يكون عنده الرؤية كاملة، شايف ايه المشاكل اللي هي موجودة عندك بالفعل عشان تبتدي تحل هذه الأزمات. رقم واحد، لازم مجلس إدارة كله يكون على قلب رجل واحد، شايف ان نادي الزمالك يستحق مننا ان احنا نوصل بيه على قد ما نقدر لنقاط معينة ترضي الجمعية العمومية وترضي جماهيره. فانت لازم تفتح فايل ده بعد لما تبقى انت ابتديت تكشف الامور الماليه، ابتديت تكشف الامور الاداريه، ابتديت تحط ايدك على المشاكل اللي عندك. بعد ما تبتدي تعمل ده لازم طبعا ده لازم يكون في وقت سريع، عشان بس الناس ما تاخدش الكلام ان هو كلام بيتقال وبعد كده خلاص كلام حلو ومعسول وفي الاخر ما فيش نتيجه، ولازم ما يكونش في مركزيه في اتخاذ القرار. يعني ايه؟ يعني هو نادي الزمالك اللي بيقود نادي الزمالك هم 12، انا بقول 12، ولازم يبقى جنبيهم 300. ليه؟ لانك انت عندك ازمات، فانت عايز يعني تعمل، عايز تعمل كامباك، يعني انت عايز تيجي يعني من ورا قوي وعايز تروح قدام، فانت مش هتروح قدام بسرعه غير لما تكون انت حليت اللي ورا ظهرك ومتقلك، فدي امر طبيعي. فهي ما يبقاش فيها مركزيه في الاداره، ده رقم واحد. لازم كلنا نسمع بعض، نبتدي نحط ايدينا على النقاط. طيب هيبقى اصعب حاجه ايه؟ هي الماليه. ده امر طبيعي. طب ما هي الماليه ليها حلول. ايه الحلول؟ النهارده انت اسم نادي الزمالك حتى الان لم يستغل بحجمه، يعني نادي الزمالك لم يستغل باسمه وبحجمه وبتاريخه. نادي الزمالك له ماضي قوي وماضي عريق وحاضر قوي، ولازم المستقبل يبقى قوي جدا جدا جدا. طيب انت النهارده لما يبقى عندك حضرتك عندك شويه ازمات ماليات، انت الازمات الماليات هتكون فين؟ هتكون في لو بنتكلم على الالعاب كره القدم،
فريق السلة، الهندبول، الطايرة، القطاعات الأخرى زي السباحة، زي الكاراتيه، الألعاب نادي الزمالك في لعبات كتيرة يعني. لازم حضرتك في الحتة دي أول حاجة لازم تهندل كل شيء، لازم تعمل كل حاجة ما يتناسب مع نادي الزمالك، سواء عضو أو مع مدخلاته أو مع إنفاقه. فلازم تعمل الحتة بتاعت البالانس دي، مش معناها أن أنت تغلي ومش معناها أن أنت تمشي، بس لازم تستغل كل قطاع، لازم تبصله أنه هو يقدر يدور نفسه، ودي مهمة جدا. لو قدرت توصل للجزئية دي هتلاقي الدنيا بتقوم معاك في كل جبهة، دي حاجة مهمة. طيب انت عندك مثلا زي الديون اللي هي مثلا في الضرائب، انت عندك زي الديون اللي هي في الاتحادات، دي ديون سيادية، فانت تقدر بالتعاون مع الدولة وبالالتزام، لانك ما ينفعش تبقى بتدي وعود وتبقى غير ملتزم بيها. فصح انا ماشي معاك تمام، انا عايز اقف عند الحته دي لان انا هكمل معاك كل الملفات اللي عايز تتكلم فيها، بس خلينا اخد تقرير من بعض اعضاء الجمعيه العموميه في نادي الزمالك، عايزين ايه من منصب نائب رئيس نادي الزمالك، ونرجع لحضراتكم تاني. عايزين رئيس النادي يدعم الفرق الرياضيه المختلفه في جميع انواع الرياضه في النادي عشان تحقق بطولات زي زمان. النشاط الاجتماعي للنادي، لان فعلا لازم نادي 6 اكتوبر يتعمل، لو بيقدروا يخففوا حمامات السباحه شويه يعملوا مكانها جناين عشان الناس تلاقي مكان تقعد فيها يا ريت. نشاط اجتماعي، لازم تعمل لجان زي ما كانت عمل زمان، لجنه ثقافيه ولجنه طبيه ويتعامل بيها نشاط، يعني زمان كان في لجنه ثقافيه يعني استاذ محمد عبد الوهاب استضافناه في رمضان، وكتير قوي من الناس العظماء بتوع الثقافه المصريه جو من النادي هنا، يكونوا يد واحده مع بعضهم، والاعضاء يكون في اولا نادي الزمالك ده نمره واحد، ده كره قدم لازم يبقى لينا المكانه اللي كانت موجوده زمان قبل كده في كل البطولات، لازم تتحدد لناس مسؤوله عن كره القدم عشان نرجع تاني ونرجع الماضي للمكاسب بتاعتنا سواء افريقيا او عربيا او محليا. يجيبوا لعيبه كويسه ويهتموا بالناشئين، يطلعوا ناشئين، لازم يطلعوا ناشئين بكثير 2-3 من بره، والباقي كله يبقى ناشئين عشان ياخدوا فرصتهم، والبطولات نتمنى منهم البطولات برضه، ويبقى ايدهم مع بعض للنادي. انا النائب والرئيس والقايمه واللي هم اللي احنا هنرشحهم يعني مطلوب منهم حاجات محدده. اول حاجه احنا ناس كبار في السن ولينا اولاد بنفصلهم وبنضم وبيضموا زوجاتهم وكده، فالرسوم اللي هي بتاعت الضم والفصل المفروض تكون محدده وتكون مخفضه، لان احنا كبرنا في السن، فالمفروض وعيالنا دول امتداد لينا. فبص ما الاقيش الاقي يقول لك رسم الفصل 20,000 و25,000 و30,000 لا، حددوا لنا الرسوم، اعملوا لجنه مشتركه ماليه وحددوا لنا الرسوم وخفضوا الرسوم عشان الاعضاء دي. الزمالك طول عمره ليه رونق وليه شكل في المجتمع عالي، فاحنا عايزين نرجع تاني لنفس الكلام ده، وما يبقى في استقرار، ما يبقاش في مشاحنات بينهم، يعني حابين يبقى مجموعه متفاهمه تبقى هدفها الاصلي نادي الزمالك ومصالح الاعضاء. نفسنا ترجع النشاطات الاجتماعيه تاني اللي كانت بتبقى للاطفال، حضرتك دلوقتي بتشوفي الاطفال كلهم عمالين يجروا بالباتيناج ومفيش نشاطات تجمعهم غير البلاي ستيشن بس. احنا على ايامنا كان في نشاطات فنيه وكان في ناس بالاسماء بتبقى موجوده هنا، اللي بيحب الغناء، اللي بيحب الرياضه، اللي بيحب، كانت في نشاطات كتير للاطفال، مش شرط يكونوا في فرق، لكن هم بيتخرجوا طاقتهم في الكلام ده. نرجع لحضراتكم تاني، استاذ هاني تعقيبك ايه على المطالب اللي موجوده من بص دي حقوق مشروعه طبعا. احنا لو خدنا اول حاجه خالص بالترتيب كده لازم يكون الناس ايد واحده، ده رقم واحد. رقم اتنين دعم الالعاب، لان نادي الزمالك نادي الزمالك للالعاب الرياضيه، فدعم الالعاب ده يجي من خلال قطاع الناشئين. وكان عندنا تجربه في 2009 واكيد حضرتك هتتذكر ده مع الكابتن محمود سعد، كان في تجربه
في قطاع الناشئين، وطلعنا منها بعض من اللعيبة زي محمد إبراهيم، زي عمر جابر، زي حازم إمام. فقصدي ان برضو سهل ان هو يتعمل، مع ان انت تبقى بتاخدها بشكل بقى 2023 مش 2009، فالموضوع ممكن قدام شويه، لانك انت مش اول لما هتعمل الحاجه هتلاقي لعيب طلع في ساعتها. لا، قطاع الناشئين بالذات حاجه يمكن مش وعندك برضو يعني. وعندك برضو يعني برضو كان في قطاع الناشئين، بس لازم يدعم. يعني احنا مش بنقول معناها انه ما فيش قطاع ناشئين، يعني ما هو سيف فاروق جعفر ما هو كان من قطاع الناشئين، كان في حد تاني برضو، يوسف اسامه نبيه. بالظبط، يوسف اسامه نبيه برضو، واللي موجودين دلوقتي حسام عبد المجيد. بالظبط، يعني قصدي لازم يدعم بقى اكتر، يعني يشتغل بقوه اكتر ان انت تقدر. بس هو انت برضو في الاول وفي الاخر انت مش هتقدر كنادي بينافس على بطوله ان انت هتلعب بالناشئين فقط، يعني او هتطلع من الناشئين بس، لازم هتبقى عايز برضو لعيبه سوبر ولعيبه اجانب وحاجات زي كده، لكن دول يشيلوا من عليك الحمل شويه. فده رقم واحد. ودي بنفس الفكرة بتبقى على الألعاب اللي هي الألعاب الجماهيرية، تمام؟ عندك النشاط الاجتماعي، النشاط الاجتماعي طبعا مهم جدا، لأن في ناس ممكن ما يعني السن والرواد دول بيبقوا محتاجين النشاط الاجتماعي، ممكن بيتفرج على الماتش، بيتفرج على تمرين لفريق نادي الزمالك، لكن هو في مرحلة سكون وهدوء، فبيبقى محتاج النشاط الاجتماعي، ممكن زي حفلات، ممكن زي رحلات، ممكن زي حاجات ثقافية، يعني في حاجات كتيرة جدا. ودي سهلة برضو، يعني دي حاجة ممكن ما تبقاش أصلا مكلفة في الماديات بشكل عام، يعني هي محتاجة بس تنظيم، تمام؟ عندك حضرتك الفكرة بتاعت تخفيف الحمامات السباحة اللي في النادي، دي ما حدش يقدر كمجلس إدارة، ما حدش يقدر يعني يخش يروح يقول لك طب اقفل الحمام السباحة ده واعمله ملعب ناشئين. لا، ده لازم شركات متخصصة، اللي هي شركات متخصصة اللي هي اللاندسكيب، بترفع النادي كله وبيشوف كل حاجة يقدر يحطها فين، ويقدر يستغل ايه من اللي موجود، ويعيد هيكلة، مش يعني مش هد وبنى، لا، يعني انت مش هتبني نادي الزمالك وترجع تبنيه تاني، لا، لكن ايه، بتعمل له اعاده في التشكيل الجمالي شويه، يعني بتحاول ريتاتش، يعني انا يعني حاولت اشوف يعني اقولها، لكن هي الريتاتش بالظبط، اللي هو انت بتعدل تعديلات بسيطه، فتقدر من خلالها تلاقي مساحات جناين، مساحات ممكن يعني كملاعب، لو مثلا لو احنا بنتكلم عن الجزء اللي فيه الملاعب الناشئين، فقصدي بس مهم يكون بشكل علمي. ما هو ده اللي انا قصدي عليه، ان الشركه دي لاندسكيب تيجي ترفع، وده بشكل ريتاتش مبسط، لان الهدف هو نادي 6 اكتوبر. طب عند حضرتك بس احنا ممكن نكون ايه، مثلا شفنا لا ده هنحط ده النهارده، لا هنشيل ده بكره، فلازم يبقى في حاجه بقى متخصصه، حاجه ليها ستاندرز، معايير معينه. بالزبط. تبقى ثابته، وده شكل ووجه الحقيقي لنادي الزمالك. دي حقيقه. وعندك الرسوم الضم، يعني دي طبعا كل الناس اولادهم بيكبروا فبيفصلوا، فبيخش زوجته بعد كده بيبقى عنده اولاد والمسيره بتكمل. دي المفروض بتبقى لائحه وقانون وليها تسعيره معينه، وكل الاعضاء بتمشي عليها، ده امر طبيعي. يعني في حاجات كتيره انت هتنظر فيها اول لما تكون موجود، ايا كان هو مين اللي موجود، اعتقد لان الامور واضحه قدام الجميع، يعني مش اللي انا بتكلم فيه ده انا الوحيد اللي انا شايفه، لكن في كل الناس اعتقد اللي نازله مجلس اداره نادي الزمالك اكيد كلهم لامسين المشاكل الحيويه، لان انت بتسمعها كل يوم، يعني بتسمع المشاكل دي كل يوم، فاكيد انا سمعتها واكيد غيري سمعها، فبقت موجوده اوريدي، وده امر طبيعي، بس هو لازم يكون عندك الفكر بتاع الحل بتاعها. دي بالنسبه للاسئله اللي اتقالت، انا يعتبر الى حد ما قدرت اجاوب عليها. اهم حاجه فيها بس اللي هي حته المركزيه. المركزيه؟ يعني لازم الدنيا تشتغل، يبقى فيها افرع وتشتغل، ما توقفش على شخص او ما توقفش على مجلس.
احنا عايزين عمل مؤسسي. عمل مؤسسي هو ده اللي انا اقصده. تمام. طيب لو انا بقى جيت سالت استاذ العتال، احنا اتكلمنا في ملفات كتير قوي كلها ليها علاقه بمديونيات وماليات وقطاع الناشئين حاجه، والفريق الاول وفرق الكوره عامه بشكل عام، هي فرق الرياضه عامه بشكل عام، وجوانب كتير قوي قوي. لو قلت اولى او اولى الاولويات من وجهه نظر استاذ هاني العتال، واولى الملفات اللي هيكون بيفكر فيها لو وفق وجوده في مجلس الاداره. سؤال صعب. ليه؟ لان المشاكل يعني كتير. لكن احنا خلينا نبص على الحلم. الحلم اللي المفروض يكون موجود واقع هو نادي 6 اكتوبر، لان ده هيحل معاك ازمات، مش ازمه تخص العضو فقط، لا، انت ما انت هتدخل اعضاء جدد، فهيدخل لك فلوس، فهتقدر تعمل منشآت، هتقدر تستغل الارض. انت حضرتك الارض 129 فدان، نادي الزمالك 35 تقريبا ما يقرب من 35 ل 40، اللي انا فاكره ان هو 38. تمام. ف 38 فدان ونادي الزمالك مش صغير. لكن فتخيل بقى حضرتك 129 فدان ازاي؟ اربع مرات تقريبا، ده رقم كبير. فيستغل ازاي؟ مش يستغل كله انه يبقى نادي اجتماعي، ممكن يستغل كذا حاجه. ممكن تخصص حتة أرض منها، هل ده ينفع تتعاون مع وزارة الإسكان، مع الجهات المسؤولة لحاجة زي كده؟ إن أنت ممكن تعمل فكرة. أنا مش قادر أقول يعني حاجة معينة، لأن طبعا لازم تكون تحت الدراسة عشان ما يبقاش الكلام بيتقال بس زي ما بيقولوا كده كلام في الهوا. لكن أنت إزاي تستغل الماء، هو ده العنوان، إزاي تستغل الماء 29 فدان. أقول لك اللي أنا فهمته. انت عايز تقول لي اللي انا فهمته ان قد يكون مشكله واحده لما بتحلها تحل معاها اربع خمس ست سبع بتحل حاجات كتيره معاها بالظبط. فده الجزئيه دي جزئيه كبيره، وجزئيه النهارده مع مجلس منتخب، مع مجلس ثابت في مكانه، نخرج بره القضايا، نخرج بره ان انت ما حاسس ان مش العطل العطل اللي احنا دفعنا ثمنها كتير والحاجات دي. قدامي صوره لحمامات الغطس. دي الحمامات الغطس طبعا بعد ما اتعملت يعني، وفي اللي على اليمين ده قبل وده بعد. فطبعا دي كانت حاجه طبعا يعني مش لطيفه جدا، بقى لها فترات زمنيه كبيره ما اتغيرتش. فدي يعني المنظر يعني ما كنتش حابب ان انا اشوف المنظر ده طبعا، بس يعني الواحد بمعنى اصح يعني اللي هو بيقدر عليه بيعمله بدون ما يتكلم يعني. في جيم كمان؟ ده جيم السيدات. ده جيم السيدات. يعني دي انا مش ببني جيم، هو موجود زي ما حضرتك شايف، لكن انت برضو داخل على حاجات حيوية جدا وحساسة جدا، وممكن تضر بالعضو شخصيا يعني، ممكن تضر بالمستخدم ذات نفسه. فانت بتحط ايدك على يعني زي ما انا قلت لحضرتك اللي هي على الارض، على الارض، واللي هي حل الازمه. انا يعني انا ابريشيت او اللي هو مقدر لكل الحلول على الارض على فكره، بس انا مصمم اطلع استاذ هاني للمستقبل ان نادي الزمالك يعتمد على نفسه، وكل الاسهامات دي فوق عيني وراسي وكل حاجه، لكن نادي الزمالك لازم يتنقل لمرحله اخرى باذن الله. اخر رساله من حضرتك لاعضاء الجمعيه العموميه ولجماهير نادي الزمالك. طبعا يعني بشكر طبعا جماهير نادي الزمالك على وقوفها صامده مع نادي الزمالك مدى العمر، وده حاجة مش جديدة على جمهور نادي الزمالك. شفتها في 2009، وشفتها في الاستاد، وشفتها لما كان بيبقى الاستاد مليان الجماهير نادي الزمالك. شفت دايما وانت واقف مع فريقك، شفت دايما وانت واقف مع مجلس ادارتك. فاحنا في فترة مش هضحك عليك واقولك انها سهلة، ولكن هي برضو مش صعبة، فهي عايزة التكاتف. لازم الناس تبقى مكملة المشوار ان احنا نقدر نخطي المشاكل كلها واحنا مع بعض. دي رسالتي للجمهور، رسالتي للجماعة العمومية طبعا. عليهم دور كبير جدا يوم 20/10. لازم حضرتك تختار من يمثلك في مجلس الادارة، لازم حضرتك تختار بالشكل اللي انت شايفه
بالقدرات، بالعطاء، بالامكانيات الفكريه، بكل حاجه. لازم انت حضرتك النهارده الموضوع سهل، انت عندك 12 عضو من رئيس لتحت السن، 12 تقدر تعمل مجلس، تقدر تحاسبه، تقدر تخبط على بابه تطلب منه شيء يخص النادي. موعدنا يوم 20/10 ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله تنتخبوا مجلس اداره يكون يقدر يحل الازمات ويقدر يكون يحط النادي في حته افضل وفي احسن، ودايما ده اللي متعودين عليه من الجمال عموما. بامر الله سوزان عتال، انا يعني متبنين عنوان حسن الاداره يصنع حضاره، ان شاء الله كل التوفيق لكل مرشحينا، لكن النجاح في ايدين اعضاء الجمعيه العموميه. بشكرك شكرا جزيلا سوزان عتال، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا كابتن محمد، وانا سعيد ان انا كنت معاك النهارده، وبشكر جميع الموجودين والاستاف والمصورين والاعداد وكل الناس، ودايما محبين نادي الزمالك، ودايما حضرتك طبعا يعني قيمه كبيره جدا ان حضرتك تبقى بتستضيف كل المرشحين اللي هم الثلاثه الكبار اللي هم يعتبر المكتب التنفيذي. فطبعا احنا سعد، يعني انا بالنسبه لي سعيد وانا قاعد معاك، فبشكرك وبشكر قناه نادي الزمالك. شكرا جزيلا. وكمان الحقيقه مساحه موجوده لكل اعضاء مجلس الاداره من خلال الفيديوهات اللي حضراتكم بتشوفوها، واحنا دايما على مسافه واحده من الجميع علشان نعبر بنادي الزمالك باذن الله لمرحله امنه، وكل التوفيق باذن الله مع انتفاضه الزملكاويه لتغيير واقعهم ونوصل لحسن اداره يصنع حضاره. كده وقتنا انتهى، وان شاء الله مستمرين حضراتكم في التغطية بمرشحين عضويات مجلس إدارة الفترة القادمة. مستمرين مع حضراتكم، وكده وقتنا انتهى. تصبحوا على خير.